حلقة ولقاء جديد من برنامجنا الليلة. والليلة قبل ما انسى عايزة احكي لكم حكاية غريبة شوية. هي صحيح حكاية جواز، لكن الجوازة وحكايتها بينطبق عليها المثل اللي بيقول همي ضحك وهمي بكي. من حق اي حد انه يتجوز طبعا، مش كده ولا ايه؟ طبعا. يا سلام بقى لما الابن يقول لابوه يا بابا انا عايز اكمل ديني وشفت عروسه كويسه وعايز اخطب. سلام، بيحصل ايه؟ فرح وطبل وزمر وهيصه، الشباب هيص. ده عادي طبعا وطبيعي جدا. الغير عادي ان الاب يقول لابنه يا ابني انا عايز اتجوز. يبتدي الاب يشرح الاسباب لابنه، وعاده ما يعصلج الابناء شويه، لكن في النهايه الجوازه بتتم، وممكن ما يكونش فيه طبل ولا زمر ولا حاجه لما يكون الاب ناوي يتجوز، لكن اهي جوازه وخلاص. الجوازه اللي انا هحكي لكم عنها جوازه لم تتم، وانتهت بالضرب والجراح والمستشفيات واقسام البوليس. الحكايه باختصار، الابن عرف ان ابوه هيتجوز، ما تملكش اعصابه وضرب ابوه. أعوذ بالله، فين بر الوالدين؟ لما قريت الخبر ده قلت ده طيش شباب، لكن المفاجأة إن الابن الشاب ده عمره 80 سنة. الأب بقى، الأب عمره 114 سنة، ولأن الجوازة كلها مفاجآت العروسة عندها 27 سنة. يعني العريس أربع أضعاف عمرها. المهم الولد مصمم على موقفه، ويا بابا اوعى تتجوز يا بابا. والأب رافض، والأب اشتكى ابنه للبوليس، والعروسة بختها همان. يعني حبيت احكي لكم الحكايه دي. في حكايه انا حكيتها لكم من اسبوعين كده على الطفل الجميل الصغير اللي عنده حسام، فاكرين حسام؟ عنده، انت فاكر حسام؟ اللي اتحكم عليه ب 6 اشهر سجن، مش كده؟ ولا سنتين سجن؟ سنتين سجن وهو عنده سنه و8 اشهر. هنشوف ايه حكايه حسام النهارده، بس بعد ما نلتقي بضيوفنا الليله اللي بيتنوعوا ما بين السياسة والثقافة والفن. لكن قبل كل ده مايسترو، ايه رأيك نبتدي مع جمهورنا اللطيف النهاردة بقطعة موسيقية فريحية؟ نعزف لهم ايه؟ ها؟ نعزفوا ايه يا شباب؟ يلا. Thank you.
سياسي محترف رفيع المستوى. ملعبه السياسي مساحته عريضة شديدة الأهمية والحساسية بين العمل الشعبي كنائب في البرلمان المصري وبين الأداء الدبلوماسي كرئيس للجنة العلاقات الخارجية. من مشاكل البسطاء اليومية التي يفتح لها قلبه ووقته إلى المشاكل الدولية التي يكون الطرف الآخر فيها رؤساء دول وحكومات. وصل ضيفنا الكبير بنفس الحماس أداءه السياسي المرموق عبر 18 عاما كاملة كواحد من أبرز السياسيين المصريين. ضيفنا الليلة أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب والسياسي اللامع الأستاذ الدكتور محمد عبد الله. انا عارفه ان انت طبعا معظم وقتك في القاهره، بس لازم لما نقول سيدنا محمد عبد الله نقول يا اهل اسكندريه. طبعا واهل اسكندريه غاليين عندنا كلنا. بتقضي وقتك على طريق الصحراوي ولا ايه بقى يا دكتور؟ ثلاث ايام. واليوم السابع فين؟ اليوم السابع الاجازه بيبقى في الدايره. لا، ثلاث ايام عمل في القاهره وثلاث ايام عمل في اسكندريه، وساعات اربعه وثلاثه يعني مقسم على طول في الطريق. ويوم الجمعه ده يوم اهل الدايره. يوم اهل الدايره بتستقبلهم بقى ولا يعني بيجيبوا لك الشكاوي والمشاكل ضروري؟ ده غير الايام العاديه برضه. طب ويوم الاجازه امتى يعني؟ لما الاجازه تبقى الاجازه تبقى في الاعياد وفي، لكن في اثناء العام مفيش. اثناء العام في المجلس ما بتاخدش اجازه خالص. طب وازاي حضرتك يعني عندك اهتمامات كتيرة جدا، مسؤوليتك كنائب في مجلس الشعب ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والسفريات الدائمة والتدريس في الجامعة، يعني ده جدول مزدحم جدا جدا، ازاي بتقدر ان انت توفي كل ده؟ هي طبعا عملية التنسيق بين يعني الاهتمامات المختلفة. أيوة. عملية صعبة للغاية. أيوة. وخاصة بين يعني الدور اللي الواحد بيحاول يقوم بيه خارج البلاد، انما طول ما احنا جوه البلد مقدور عليها. يعني ممكن قوي ان انا انزل يكون عندي محاضره في اسكندريه او اجتماع في الجامعه وارجع بعد الظهر احضر جلسه بالليل. أيوة. يعني حاول الموائمه. هلاك يعني السياسه. اللي يختار هذا الطريق لازم يدفع ثمنه. كنت بعمل حديث سياسي قريبا في برنامج عندنا اسمه بصراحه، والتقيت مع عدد من السياسيين فلقيتهم اتفقوا على تعبيرين، يعني السياسيين بيكرروا الجمله دي كتير والحقيقه اصابتني بالفزع. قال لك اللي اشتغل بالسياسه لازم اللي تغلبه العبه، والسياسه ما فيهاش اخلاق. وده شيء بيخلينا نتوقف امام كلمه العمل السياسي. هل ده صحيح؟ يعني احنا مثلا بنواجه قوى زي قوى بتاعت اسرائيل قائمه على العدوان والاحتلال والاغتصاب واللا اخلاق، هل فعلا اللي تغلبه تلعبه في السياسه؟ يعني تجربتك 18 سنه. طبعا يعني هو الى حد ما، ولكن يعني ليس بهذه الصوره. هو طبعا الكلام ده طرح مش في مصر فقط، يعني طرح في كل حته في العالم. وفي كلمه شهيره قوي لجون بول سارتر لما يعني انتشر فكره في الوجوديه وكان يعني ذو شعبيه كبيره جدا بين الشباب في فرنسا، فقيل له لماذا لا تؤلف حزب سياسي
وتمارس السياسة. أي. فقال لهم يعني لا أريد أن ألوث يدي. يعني لا أريد أن ألوث يدي. يعني باعتبار مش يعني إنه أن دخولي في هذا المجال سيجعلني أخرج عن نطاق يعني الحيدة والموضوعية الفكرية إلى التوازنات والمؤامات. حضرتك لوثت إيديك في أي لحظة؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني أنا بقول إن في بعض الأحيان الظروف قد تساعد الواحد أو أن تجنبه ذلك، ولكن ما أقدرش أقول إن ما فيش حد بيعمل في العمل العام ويقدر يقول إنه يعني كل ما يقوم به هو مقتنع به، إنما بيحاول بقدر المستطاع أن يحافظ على حد معين، يعني في حد فاصل لو خيرت بينه وبين ان انا يعني انحدر اترك العمل العام. لكن ايه المواقف السياسيه اللي حضرتك واجهتها في 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 تاريخك بالعمل السياسي اللي حسيت ان انت عملت توازنات كانت يعني تعبتك؟ طبعا بس هي يعني انا اقول لحضرتك هو كل يعني كل العمل السياسي او اي تفاوض هو يعني بتوصلي الى حل توفيقي، اي حل توفيقي يعني معناها لا تحققي 100% ما انت مقتنعه به. يعني في الممارسه نفسها في حلول توفيقيه، فالحلول التوفيقيه بتوصلك الى انك انت ما توصليش ل 100% من اللي انت مقتنعه به او تتمني انك يعني ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. لكن ما فيش موقف سياسي معين حضرتك واجهته؟ لا انا يعني ما زلت تتذكر صعوبه هذه الفتره؟ يعني طبعا الواحد واجه ظروف صعبه جدا، ولكني دائما حاولت، ودي يمكن يعني بشهاده يعني الذين عملوا معي، ان انا حاولت دائما ان ابقي على الجانب الاخلاقي في تعاملاتي، يعني بقدر ما يمكن. مش هقول يعني ان أنا ما فيش حد يعني المثاليه المطلقه غير موجوده، ما فيش يوتوبيا، انما بقدر ما استطيع، لان انا بعترف ان ده جزء من احترام الذات. ننتقل الى القضايا تناولتها ولك اهتمامات خاصه بها، منها ومن القضايا التي حذرت منها اكثر من مره قضيه امتلاك اسرائيل للاسلحه النوويه والاسلحه الدمار الشامل. حضرتك قلت ان الاطراف الدوليه التي تدعم عمليه السلام منذ مؤتمر مدريد عام 1991 يجب ان تتحمل مسؤوليتها لاجبار اسرائيل لتوقيع معاهده خطر الانتشار النووي لانها بتهدد عمليه السلام. لم توقع اسرائيل حتى الان. انت ما زلت عند كلامك، وايه رايك ازاي نرغم اسرائيل اننا نواجه هذا الخطر النووي؟ شوفي حضرتك يعني لازم نحط ان هذا هدف استراتيجي لا حيدة عنه. اي. وان تمسكنا بهذا الهدف الاستراتيجي يعني مكمل لتمسكنا بانه لا يمكن ان يكون هناك سلام شامل حقيقي في الشرق الاوسط دون تحقيق شرطين: عودة الحقوق العربية غير منقوصة، وانضمام اسرائيل الى معاهدة منع ما نقول ايه لكي يعني هو الفكره اللي طرحت من ايام مدريد كان لها حضرتك يعني ثلاث محاور اساسيه. محور اللي هو الالتزام الدولي والاطار الدولي لعمليه السلام، ومحور المفاوضات الثنائيه في ظل هذا الاطار، والمحور الثالث وهو ما كان يسمى بالتعاون الإقليمي بصوره المختلفة لكي نخلق شرق أوسط جديد ينتزع منه أسباب أو الظروف التي قد تؤدي إلى نشأة يعني نوعا من المواجهة المحتملة في المستقبل. أي. فمنها قضية المياه، منها قضايا البيئة، منها التعاون الاقتصادي وما أطلق عليه الشرق أوسطية، ومنها موضوع الحد من الأسلحة. عندما بدأت هذه المفاوضات المتعددة الأطراف الملتيلاترال، موقفنا كان منذ البداية لا حديث عن الحد من سباق التسلح التقليدي، يعني الأسلحة التقليدية، دون أن يكون ذلك في إطار منظومة متكاملة خاصة
جعل هذه المنطقة منزوعة من أسلحة الدمار الشامل. ولازال هذا هو الموقف، وهذا الموقف بس هي إسرائيل يعني لا يوجد شيء يرغمها، لا توجد وسيله، يعني من سنه 91 لغايه النهارده بنتكلم في الموضوع ومفيش اي اتجاه. وهنتكلم لسنين جايه كتير يعني. طب يعني انما ايه الموقف العربي بقى؟ حضرتك عضو لجنه الشؤون الخارجيه. انا اقول لحضرتك يعني الموقف الاتي، ان هذا بيحتاج الى تكتل عربي قوي وتنسيق وضغط دولي، الى جانب انه اسلحه الدمار الشامل الان لم تعد حكرا كما كانت على الدول التي استثنيت عند توقيع المعاهدة. أيوة. وهم الدول الخمسة. أيوة. الكبار أصحاب حق الفيتو في الأمم المتحدة. أيوة. أسلحة الدمار الشامل النهاردة لها أنواع مختلفة، مش كله نووي، هناك الكيماوي وهناك البيولوجي وهناك كذا، وأصبح خطر تسربها الآن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي خطر وارد. ومن ثم فمن مصلحة الجميع أن يكون هناك موقف. النقطة الثانية، أين هذا الموقف؟ أنا أقول لحضرتك جاية. النقطة الثانية أن إسرائيل حتى بامتلاكها هذه الأسلحة تعلم جيدا أن استخدام هذه الأسلحة غير وارد. أي. لأسباب، أولها الضيق الجغرافي لمنطقة الشرق الأوسط. لو في فرض نظري تم استخدام ذلك، فإسرائيل نفسها ستكون ضحية استخدامها هي لأي من هذه الأسلحة. النقطة الثانية أن العالم لا يمكن أن يسمح بذلك، ولكن أنا لا أستطيع أن أبني رؤية مطمئنة لمستقبل هذه المنطقة وأنا يعني معتمد فقط على أن الردع سيكون ردع داخلي من داخل إسرائيل أو ردع المجتمع الدولي. عندما هناك دون الخوض في التفاصيل وسائل أخرى كثيرة تشكل ردع للسلاح النووي، وأنا أتصور أن استخدام السلاح النووي، يعني حضرتك حصل التوازن النووي في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، منذ بداية الخمسينات. أي. ده كان بدأ بالتوازن الذري ثم النووي ولم يستخدم. أي. لأنه هذا هو يعني نيكسون قال أن الدولة الوحيدة التي يمكنها أن تهدم الولايات المتحدة الأمريكية مئات المرات هي الاتحاد السوفيتي، ولكن نحن نستطيع أن نهدمه آلاف المرات. وهو في النهاية هو مرة واحدة كفاية. يعني هو لا ده محتاج لمئة مرة عشان يهدمه ولا ده محتاج لألف مرة. يعني إنما هي الفكرة أن حجم المخاطر والكوارث التي يمكن أن تترتب على ذلك تجعل من استخدامه شيء مستحيل. ولكن دايما ممكن أن نقول أنه في إطار فكر انتحاري ممكن أن يحدث ذلك ويكون هذا من مفهوم هدم المعبد على الجميع. وبالتالي هو هناك يعني شيء واحد أتصور. طب إذا ما وصلنا إلى السلام، ماذا تستهدف إسرائيل في مرحلة ما بعد السلام؟ طبعا السلام يحقق لإسرائيل الأمن الداخلي، بمعنى انه يعني فرص الاحتكاك او المواجهات العسكريه او عنف المقاومه في الداخل هتخف، ودي مساله مهمه جدا بالنسبه للتركيبه الاسرائيليه او التركيبه الفكريه داخل اسرائيل. ولكن الثمن الحقيقي الذي تراه اسرائيل من وراء السلام اذا ما تحقق كسلام شامل هو التعاون الاقليمي والاندماج، وليس أن تعيش في جيتو إسرائيلي معزول. وهذا لن يحدث إلا إذا انضمت إسرائيل إلى معاهدة منع انتشار السلاح. طب إحنا فاهمين كل الكلام ده، بس هي ما بتنضمش يعني. ما عشان لسه هي هو زعم الكثيرين منهم أن أولا هو طبعا لازالوا ينفوا، يعني لازالوا ينفوا رغم كل التأكيدات، وليس التأكيدات يعني مصرية إنما تأكيدات دولية، ولكن هم لازالوا ينفوا، عمرهم ما اعترفوا وقولوا ان احنا لدينا القدرة التي تمكننا من، ولكن عمرهم ما زعموا ان لديهم اسلحة دمار شامل. ولكن يبقى حضرتك انه بالنسبة لإسرائيل هناك بديلين، اما انها تستمر في خط رفض السلام بكل ما يحمله ذلك في طياته من تصعيد للمواقف و
من تفجرات للعنف في المنطقة ستدفع هي أيضا ثمنه، ليس الطرف بس الأخر. احنا بنحمل إسرائيل كده وحدها إن المسؤولية عدم الاشتراك في المعاهدة، لكن الضغط العربي، الدور العربي، دور الجامعة العربية، حضرتك ليك رأي من زمان، طرحت في سنة 86 رأي خطير عن الجامعة العربية، وما أعرفش هل ما زلت متمسك بيه ولا لا، لأن الكلام ده أنت قلته سنة 86، أن المؤسف أن صيغة الجامعة العربية بوضعها الراهن أصبحت مصابة بالشلل والعجز التام، فالنظام الأساسي الخاص بها والمبني على التصويت بالإجماع تردى إلى صورة محزنة وأصبحت عاجزة حتى عن مجرد أن تجتمع أو تأخذ موقفا. الكلام ده حضرتك قلته سنة 86، الجامعة العربية لغاية النهاردة هو طبعا ما زالت في هذا الموقف الهزلي الضعيف. هو يعني في نقطتين بالنسبة للجامعة العربية، احنا يجب ان نحافظ عليها كإطار قائم، معايا الإطار الموجود، لان لو فكرنا نحافظ عليها مشلولة ما بتعملش حاجة، لا اذا ايه نحافظ عليها كيف لا نجعلها مشلولة؟ كان جزء منه اساسي هو تغيير ميثاق الجامعة الدول العربية، لأن الإجماع لا يؤدي إلا إجماع على عموميات. أيوه. يعني دايماً الإجماع يبقى في كلام يعني عام وكلام يعني عارف حضرتك ما هو ليس فيه عمق وليس فيه آليات للتنفيذ. وليس هناك حتى في جامعة الدول العربية الآن آلية لفض المنازعات العربية العربية. يعني آلية فاعلة وملزمة، ما فيش محكمة عدل عربية موجودة إلى الآن. كل هذا ممكن أن يطور عمل الجامعة العربية، ولكن اللي أنا بقوله أن في النهاية إسرائيل عندما تتعاملي مع إسرائيل يجب أن تتعاملي مع الذين وراء إسرائيل والذين يسندون إسرائيل، ومن هنا فأهمية التعامل مع الأب الروحي لإسرائيل. أي. يعني التعامل يكون مع الذين لهم التأثير، مع ماما أمريكا بالضبط. ايوه لانه يعني المشكله اللي بيعاني منها العالم العربي حاجتين، ويعني اذا اردنا ان نواجه الواقع بغض النظر عن اختلافنا الايديولوجي مع الاساس اللي كان مبني عليه الاتحاد السوفيتي، ولكنه كان يحقق توازن، انهار هذا التوازن وانفردت امريكا بالنظام العالمي الجديد لمرحله معينه زمنيه. يعني مرحله في يعني في اطار التكوين، هو لسه لم يتحدد هذا النظام بشكله النهائي، ولكن فرضت بيه امريكا. في نفس الوقت اللي تمزق فيه العالم العربي تمزق من اخطر ما يمكن على اثر حرب الخليج. اي. القوه اللي كانت ايضا لها تاثيرها كقوه فاعله للضغط العربي وهي فائض المال العربي. اي. تقريبا يعني لم يبقى منها الكثير. النفط اللي كان احد الكروت الرئيسيه في معركه 73 عارفين اسعاره والتدني الذي يعاني، وذلك لانه خلاصه هذا اننا لا نفكر برؤيه استراتيجيه، نحن نتصرف لازلنا برد فعل ولا نفكر برؤيه استراتيجيه. هرتزل لما بدا المشروع بتاعه استنى 100 سنه عشان يحققه. آن الاوان ان يكون تفكيرنا كعرب تفكير له رؤيه استراتيجيه طويله المدى بمراحل محدده. احنا نطينا مره واحده من فكره نحقق السوق العربيه المشتركه، ما ابتدناش بمراحل، لم نحقق شيء. اوروبا وصلت الى اليورو والعمله الموحده وباديه معانا، لم تكن بدات بعدنا. وبالتالي احنا اما الوحده الاندماجيه الكامله اما لا شيء، اما لا، هي دي المشكله ان احنا بس يعني سبق بالتجربه ان فكره الوحده الاندماجيه العربيه الكامله حلم بعيد المنال او يكاد يكون مستحيل. نبتدي كحلم، ولكن خلينا نشوف السياق. وكما عثرت اوروبا على السوق الاوروبيه المشتركه كبديل ووصلوا ان هم يبقى عندهم عمله اليورو النهارده وابتدوا ان هم يبقى بينهم هذا التوازن، هل يمكن ان نصل في يوم من الايام اننا نصبح كتله اقتصاديه عربيه مماثله للسوق الاوروبيه المشتركه؟ طبعا ممكن. طب الاجابه على هذا السؤال هنلتقي بيه مع الدكتور محمد عبد الله في الليله بعد شويه.
وما زلنا مع الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو البرلمان عن أكبر دائرة انتخابية في الإسكندرية وهي دائرة المنتزه. بنعود لحديثنا عن الوحدة العربية والعلاقات العربية العربية. غزو الكويت هو الحدث الذي أعاد رسم خريطة القوى والعلاقات في المنطقة، وحضرتك بتقول إن ما زالت الآثار السلبية لهذا الحدث مستمرة. هل حرب الخليج وما تبعها من تداعيات أثرت على اتفاقية الدفاع المشترك العربية بحيث جعلتها غير فعالة على الإطلاق؟ هي حرب الخليج في تصوري أخطر، يعني أخطر بعد لها أنها طرحت فكرة أنه ممكن أن يكون الخطر على كيان دولة عربية يأتي من دولة عربية أخرى. أي. كان هناك مشاكل بين دول عربية، مشاكل حدود، كان هناك في مراحل معينة يمكن تدخلات في شؤون داخلية للدول العربية واختلافات سياسية وتوزيع اتهامات وتصنيفات، إنما أن تكون هناك محاولة بالقوة العسكرية لمحو دولة عربية من الخريطة، هذه كارثة. أي. يعني أنا أعتبر هذه هي الكارثة الحقيقية. أي. ترتب على ذلك إيه؟ إن إحنا فتحنا الباب واسعاً لتدخلات أجنبية في المنطقة، ده كان وليد ونتيجة هذا الموقف. أي. اتنين، إن هدمت قوة العراق وكان من المفترض أن تكون رصيداً يضاف إلى الأمة العربية، ولكنها استخدمت للأسف بالسالب ضد الأمة العربية، ضد دولة عربية. ثالثاً، أهدرت هذه الحرب كم من الموارد المالية الضخمة اللي كان ممكن واحد يساهم مساهمة ضخمة جداً في تنمية هذه المنطقة. اثنين، أن يكون قوة تأثير على الساحة الدولية، على الأطراف التي تؤثر في سير الأمور على المستوى الدولي. فطبعاً هذه الحرب كارثة بجميع المعايير، ولازالت تداعياتها نعيشها حتى الآن. إيه البديل للموقف العربي دلوقتي؟ ايه الاختيارات المطروحه امامنا على الساحه العربيه حاليا؟ البديل للوحده العربيه الاندماجيه الكامله، البديل لان يكون في تماسك وقوه في الجامعه العربيه حتى تقف امام دوله دخيله زي اسرائيل، البديل لانقاذ العقل العربي. تمام. انا اتصور انه اول شيء يجب ان احنا نقتنع به جميعا بعد اللي عاشته هذه الأمة على مدى نصف قرن، أن مصلحتنا مشتركة، وأنه دون تعاون يبدأ اقتصاديا بين الدول العربية ويشكل قاعدة عريضة من المصالح العربية المشتركة، تعاون اقتصادي يعني أولا تعاون اقتصادي طبعا يليه التعاون أو التقارب وتعميق العلاقات الثقافية والأواصر الثقافية والعلمية والبحث العلمي، ولكن أقول التعاون الاقتصادي المتدرج وأن نفصل بين القرار السياسي والقرار الاقتصادي. نوقعنا على مدى سنين اتفاقات، حرية تبادل وحرية كذا واستثمارات مفتوحة، يحدث خلاف بين الدولتين كل ده يقف، خلاف على خطبة قالها أحد قادة هذه الدول ما عجبتش دولة أخرى، خلاص ده كان أصبح الوقت أن العمالة العربية اللي موجودة على أرض عربية بدل ما تشعر أنها موجودة كاملة الحقوق كانت تبقى رهينة لقرار سياسي. أيوة. يحصل مشكلة يرحلوهم من غير مكافأتهم ومن غير أتعب. أيوة. كلام غير معقول. أيوة. يعني ده لو كانت هذه العمالة على أرض أوروبية يوم يرحلوهم بيحترموه كمواطن، بيدوله مستحقاته وتعويضاته وهكذا. فإذا أنا الأول نحن نبدأ خطوة خطوة، يعني أنا بتصور إنه خطوة إيجابية بتاع بدء إنشاء المنطقة الحرة العربية، يعني منطقة للتبادل التجاري العربي. صحيح إحنا يعني يمكن من التحوط الزيادة إن إحنا قلنا على 10 سنوات، كان يكفي أن تكون على 5 سنوات، ويمكن من خلال خلق مناخ عربي جديد يستشعر ذلك إن إحنا نعجل بذلك، وهذا لا يتعارض مع الاتفاقات الثنائية العربية ولا يتعارض مع يعني مع التجمعات العربية الموجودة. يعني التجمعات العربية الموجودة كما هو مثلا في الخليج
ولا يتعارض اطلاقا مع تعاون عربي. انما يجب ان احنا نفهم ان هذه المنطقه عاجلا او اجلا سيكون هناك في اطار ما يحدث في العالم اتجاه ان يكون هناك تعاون اقليمي، وهناك صيغ اخرى. وتعاون اقليمي لا يعني اسرائيل فقط، انما يعني الاطراف الغير عربيه الموجوده في المنطقه ومنها تركيا وايران. وهناك الان اتفاقيات الجات، واغلبنا لن نستطيع ان يعني ان احنا ننعزل عن هذا الاتجاه العالمي الجديد، نوع العولمه الاقتصاديه. ومن ثم فيجب ان احنا نشعر ان احنا ندخل بتنسيق نكون اقوى، حتى في التفاوض مع الشراكه الاوروبيه. يعني الدول اللي بتتفاوض لو نسقت مواقفها ربما تحصل على مزايا ونتائج افضل. يعني في يعني مفهوم امريكي بيسموه زيرو سام جيم، ان مكسب طرف هو خساره للطرف الاخر. احنا يجب ده نلغيه من تفكيرنا، ليس مكسب طرف هو خساره للطرف الاخر، انما المكسب للطرفين. يعني دي بعتبر ان دي نقطه مهمه ويجب انها تترسخ بالذات في مفهوم الشباب العربي. ده في يعني ان هو يشعر بانه مستقبله ومستقبل أمته في مزيد من التعاون العربي أخيرا من القضايا اللي حضرتك مهتم بيها اليومين دول فتح ملف تطهير المنطقة من الألغام، ويمكن في ناس كتيرة جدا ما تعرفش إيه حكاية الألغام في المنطقة العربية لسه. هو أساسا يعني الشيء الغريب جدا ده من أيام الحرب العالمية بالضبط، الشيء اللي كثيرين من يعني هنا في داخل مصر يمكن يجهلوه ما بال ببقية المنطقة، أن مصر تقريبا لازال فيها حوالي 20% من حجم الألغام الأرضية اللي موجودة في العالم. 20% من حجم الألغام الأرضية الموجودة في العالم. أي. إنه لازال في الصحراء الغربية في مصر حوالي 17 مليون لغم. 17 مليون لغم؟ أرقام غريبة جدا. الصحراء الغربية المصرية. أي. تبدأ من العالمين الى سيوة امتدادا الى السلوم. طبعا هذه القضية بتعرقل عملية التنمية في هذه المنطقة المهمة اللي بتمثل حوالي 500,000 فدان قابل للزراعة. وتمثل منطقة جذب، ممكن تكون جذب سياحي وسكاني. وفي المقابل حوالي 5,000,000 لغم باقيين في الصحراء الشرقية، يعني في بعض مناطق سيناء. انما التطهير كان اساسا القوات المسلحه ركزت جامد جدا انها تطهر جميع المناطق في سيناء اللي هي فيها زراعات، الباقي في مناطق صحراويه محدده وبتتم عمليه التطهير. وانا هنا بقول ان القوات المسلحه المصريه في عمليه التطهير لها كفاءه مشهود بيها، والدليل حتى ان في حرب الخليج هم اللي دخل يشق خط الالغام عند تحرير الكويت كانت القوات المصريه. فهم يعني ولكن عمليه التطهير في الصحراء الغربيه حصل فيها ثلاث عوامل غريبه جدا. جزء انه بعد 50 سنه عوامل التعاريه حركت هذه الالغام، حركت من مكان وتحركت لاماكن غريبه. ومن هنا فالخرائط راحت ناحيه اسكندريه لا حضرتك الحمد لله دخلت على الغرب اكتر، انما اماكنها اللي هي كانت طبقا للخرائط اللي جابوها لنا يعني الحلفاء والمحور ليست هي الخرائط الدقيقه الان. الى جانب انه مع احتدام المعركه في العالمين بعض القيادات حطت الغام عشوائيه. ترتب على ذلك ايضا مع الفتره دي ان بعض الالغام اللي كانت على مسافه 20 سنتيمتر نزلت دلوقتي الى مسافه متر ومتر و20. الشيء الاخر انه المفجر لها اصبح حساس للغايه مع الوقت، وبالتالي عمليه التفجير بتبقى عمليه سهله جدا، بتحتاج الى يعني ادوات اكتشاف الغام حديثه للغايه واستخدام بعض الصور بالليزر. طبعا العمليه دي مكلفه جدا وبتحتاج الى جهد. فاحنا متبنين هذه القضيه باعتبار انه في اتجاه عالمي النهارده ضد استخدام الألغام الأرضية بالذات بالنسبة المضادة للأفراد. ليه؟ لأن اللغم عشوائي
وممتد القصب. يعني الطلقة، طلقة المدفع أو الطيارة، مفروض إنها بتبقى لها هدف محدد، إنما اللغم عشوائي. في أي لحظة في أي مكان. وممكن يسيب أي حد. وممتد الأثر، لو حضرتك في أي معركة خدت قرار بوقف إطلاق النار، تسكت المدافع فورا، تسكت الطائرات فورا، إنما اللغم موجود. ما بيسكتش، ويعيش وبيعيش لخمسين سنة. والدليل ما هو موجود. وده كان الاتجاه. فطبعا يعني الآن هناك اتجاه، وفي اتفاقية أوتاوا، وإحنا رفضنا أن نوقع عليها، وهي اتفاقية دولية. ليس لأننا مع الألغام الأرضية، بالعكس إحنا يعني ضد الأفراد، ولكن بنقول في ثلاث حاجات. الأولى أنه قبل أن نوقع تعالوا زيلوا أثار الألغام التي كانت نتاج حرب تمت على أرضنا لم نكن طرفا فيها، لا ناقة لنا فيها ولا جمل. النقطة الثانية أن إحنا بنميز بين الألغام الأرضية المضادة للبشر وبين الألغام الأرضية المضادة للمدرعات والطيارات، ده وجهة نظرنا، واللي بيقننها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بشرط أنها تبقى مقننة، يعني بشرط أنك تحددي أن هذه الزون ملغمة، هذه المنطقة ملغمة. في دول اللي حدودها كبيرة جدا ولازالت هذه الدول إمكانياتها الاقتصادية والتقنية مش يعني لا تستطيع أن تنفق أقمار صناعية عشان تراقب حدودها، بتعتبر هذا نوع من أنواع الدفاع عن النفس وسلاح. يعني بعض الدول الأفريقية سميته سلاح الفقراء للدفاع عن النفس. خلي الألغام محدش يقدر يخش، وأرخص. طب ما تسيبوا الألغام بعد. لا، المشكلة طبعا حضرتك الآتي، أن اللغم تكلفته بين 10 و 30 جنيه. أي رخيص، ولكن حضرتك البحث عنه وتفجيره يتكلف بين 100 ل 1000 جنيه. فلو ضربتيها في الارقام دي تجد انها ارقام مهوله، يعني بس منطقه الصحراء الغربيه محتاجه لما لا يقل عن 250 مليون دولار. الناحيه الثانيه حقوق الانسان. عدد الضحايا لسه من شهر، بنت عندها 12 سنه في الصحراء الغربيه فرقع فيها لغم قطع بها رجليها الاثنين. طبعا العالم بقى اللي بيتكلم عن حقوق الانسان وانها جريمه لا تسقط. طب لما عندنا 5000 مصاب مدني من ضمنهم 800 ماتوا، كلهم ناس من العرب اللي في هذه المنطقة، طب دول ذنبهم ايه؟ وعملية مستمرة، مش هنقول ضحايا المعارك العسكرية، ده بعد 50 سنة. فحضرتك بتشن دلوقتي حملة دولية حول هذا الموضوع، ونحاول ان احنا نحرك فيها البرلمانات باعتبار ان هم يعني يمثلوا ضمير الشعوب. ان يجب ان الذين تسببوا في خلق المشكله ان هم يساهموا في حلها. واحنا بنضم صوتنا معاك يا دكتور. بنناشد طبعا كل الحكومات العالميه والحكومات المسؤوله اساسا عن هذه الكارثه انها تبتدي تتدخل في تطهير صحرائنا من الالغام. نشكرك على هذا اللقاء، ونتمنى ان نلتقي بك في الليله ان شاء الله مره اخرى باذن الله. شكرا دكتور محمد. وكاتبتان وامرأتان لم تلتقيا أبدا وجها لوجه. الأولى عاشت في النصف الأول للقرن العشرين لتصبح أشهر أديبة عربية وصاحبة أشهر صالون أدبي اجتمع فيه عباقرة الفكر، والثانية تعيش بيننا تثري حياتنا الأدبية والصحفية والنقدية بأرائها الجريئة العميقة التي لا تعمل حسابا لتوازنات المصالح ولا تصدر عن هوى تحركه أغراض شخصية.
وكما قلت أديبتان وكاتبتان وامرأتان لم تلتقيا أبدا، ومع ذلك فإن إحداهما الآن تحمل أمانة الدفاع عن إنسانية وكرامة الأخرى التي رحلت منذ 50 عاما، عن معركة ساخنة حول أشهر أديبة عربية مي زيادة. يدور حوارنا الليلة في الليلة مع الأديبة والكاتبة والناقدة الكبيرة صفيناز كاظم. النهارده احنا عندنا كلام كتير قوي وانا عارفه ان انت يعني معروفه بمواقفك الشديده والمتحديه والعناديه احيانا، يعني شديده العناد كمان. انا مش شايفه نفسي عناديه بيقولوا، بس انا شايفه نفسي مرنه جدا بيقولوا. بس الحقيقه يعني من مجموعه الكتب بتاعتك يا استاذه صفيناز، يعني العناوين بتتراوح ما بين الرومانتيكيه وتلابيب الكتابه، وبعدين رساليات في البيت النبوي، وبعدين من دفتر الملاحظات، وده هنتوقف عنده توقف كبير قوي، الى اخر مقال ليكي في الهلال الشهرده. هلال الشهرده. يعني قبل ما نفتح ملف مي زياده نقول اخر مقال ليكي ساخن جدا. ساخن خالص من وجهة نظر، بس بارد بالنسبة لي. ليه؟ كان ممكن يبقى أسخن من كده. إزاي؟ هي وجهة نظر الحقيقة في جيل، أنا بدي المقالة يعني عن إزاي سنة 52 كان عصر الشباب، ملك شاب بيعزل ومجموعة شباب ثوار بيمسكوا البلد، والكل متوثب، واللي عنده 20 سنة متهيأ له انه خلاص يعني دوره قان، واللي عنده 60 سنة بيتهيأ له خلاص ان احنا ملوش لزوم في الدنيا. فمن مجموعة الشباب الحقيقة دي، انا كان في طبعا الاستاذ فتحي غانم والمجموعة والمرحوم لطفي الخولي وبهاء ويوسف ادريس، مجموعة كبيرة جدا. انا بجيب ازاي ان احنا في مطلع الثورة كان مجموعة شابة، جزء منها فضل مستمر الى ان شاخ، يعني من الشباب، الروح الشاب المتوثبة الى روح شائخة متنازلة مستسلمة متنازلة في حاجات كثيرة. وبعد ما كانوا بيقولوا لازم ولازم ولازم ولازم، بقوا كل حاجة يقولوا ده الممكن وده المتاح. وبعدين انا بقول في حتة الفقرة، يعني بقول فيها ان هزيمة الروح كمنت في القلب والجوف والدماغ، وحكمت عليهم بالموت، كأن الفطرة حكمت عليهم بالإعدام. فحثيثا تم وفاتهم بتحديهم لفطرتهم السوية. وفاتهم في حياتهم؟ لا، يعني الوفاة اللي حصلت لهم دي نتيجة لأمراض ناتجة من ثورة الفطرة السوية على السلوك اللي هو مش صالح. يعني أنا ليا وجهة نظر، يعني في مسرحية مكبث مثلا، بقول إن البناء الإنساني لما تلبس مخلوق على العدل وعلى الخير، الفطرة سوية، لما تيجي تكبدي الفطرة السوية نوع من الشر العنيف الثقيل، هتبص تلاقي ان البناء الجسدي بيرفض ده وبينهار. وشفنا ده في مسرحية مكبث، انه بيقول النوم لن يأتيني النوم بعد الآن. وزوجته ليدي مكبث بيجي لها انهيارات، وبتمشي وهي نايمة وبتفقد فطرتها السوية.
لأن الإنسان خلق لأن يكون خير ولأن يكون مع الحق. لكن لو في مرة من المرات شاف الشر وشاف الباطل ورفض أنه يتصدى له خوفا من الموت، بيجيله الموت بس بشكل وحش. يعني أصل لا مفر، يعني الإنسان لكل أجل كتاب، والمسألة مش جايبة تمنها. ما أنا حموت أعمل خير بقى وأخلص. المسألة مش سهلة كده. لا سهلة. سهلة. لأن أصعب حاجة في الدنيا إن الإنسان ما يكونش في سلام مع نفسه. أصعب حاجة. أنت مريتي برحلة طويلة جدا، هل نقول الرحلة اللي بيمر بيها الشباب، وإحنا معنا شباب كتير النهاردة، من رحلة الشك إلى اليقين؟ لا، أنا عمري ما كنت شك. الحقيقة أنا طلعت عليا سمع كتير جدا. أيوه بصراحة. أنا ما عنديش، أنا مش عيب، مش عيب إن الإنسان يكون شاك ويتحول إلى اليقين، ومش عيب إن الإنسان مثلا يكون ماركسي غير مؤمن ويتحول إلى إنسان مؤمن، ومش عيب إن واحد مؤمن يفقد ويتحول إلى، يعني عملية الترحيل من جهة لجهة ده مش عيب. لكن الواقع إن أنا ما حصليش ده. أنا كنت من عمري، أنا أفتكر من عمري 5 سنين صمت أول يوم رمضان عشان ماما قالت لي هجيب لك فينو. اصل زمان الفينو ده عيش فينو، الفينو ده يعني الحاجه الممتازه. فقالت لي لو صمتي النهارده هجيب لك عيش فينو، فصمت. احنا من بيت مسلم وبيت متدين، بس بيت متسع الافق. بس استاذه سفناس، حضرتك كنت في بداياتك الادبيه والصحفيه والكتابيه من الشباب الثوراجي المتحمس اللي كنت بتميلي. ده ما يتعارضش مع الاسلام. هو الإسلام هو الثورة، يعني وهو الانطلاق وهو الحرية وهو الوثوب. بس جايز إحنا كنا في مرحلة، جيلنا إحنا مش جيلك، كان مضروب بلفحة تغريبية شديدة جدا، فكان لنا منظر خارجي يخدع كأننا أمريكان أو كأننا فرنساويين، لكن في أعماقنا إحنا كنا ملتزمين إسلامية. حضرتك ما كنتيش شيوعية؟ أبدا أبدا. ماركسية؟ أبدا. يسارية؟ لا، ولا كنت اعرف كلمه يساريه دي. كنت انا مره سالت سيبها، قلت له ايه يعني ايه حكايه يساريه دي اللي انتوا عمالين تكرروها، لما جيت من دراستي في الخارج. انا مع العداله الاجتماعيه، وقتها كانت في حاجه اسمها الاشتراكيه العربيه، وقالوا انها منبثقه من الارضيه الاسلاميه بسبب، انا طبعا مع العدل، ومع ان كل مواطن لازم ياخد حقه في الحياه وفرصه في التعليم وفرصه في العلاج، ده كله اسلام، كله اسلام. لكن هقول لك حاجه، انا اعتقلت. وقت ما اعتقلت في فتره الرئيس السادات، كانت التهمه اللي ممكن تضربني في الراي العام اتهامي بالشيوعيه. لو في مرحله اخرى كانت عايزين يعتقلوني والتهمه اللي تضربني في الراي العام اني انا مسلمه او انني ارهابيه، كانوا اتهموني بده. هي ما كانتش، يعني انت اعتقلتي، هي صيغه اتهام اكتر منها واقع حقيقي. اعتقلتي بصفتك من الشيوعيين؟ انا اعتقلت في 3 قضايا، اني انا اسست حزب العمال الشيوعي، واسست حزب اليسار الجديد، وجنت شهندة مقلد وصلاح عيسى، اللي هم يعني صلاح عيسى ده من عتات اليساريين الماركسيين. وانا ما كنتش حتى عارفه ان في حاجه اسمها حزب عمال شيوعي، وقلت شهندة وبجد في حاجه اسمها حزب عمال شيوعي اللي انا متهمه بتاسيسه؟ هي دي كانت قضايا وهميه تبرر الصيغه اللي تعتقلني. طب ازاي وبعد كده اتهموكي على اي اساس؟ يعني ضديات بقى؟ لا، ما يعني نشاطاتك او دعوتك او انا كنت ست، افكارك او مقالاتك اللي بتكتبيها. يعني انا طول عمري بكتب نقد مسرحي، والنقد المسرحي منطلق بحماس وبقلب وجاي. كيف يتحول جاي ذلك الى اتهام بتاسيس حزب الشيوعي؟ ما اعرفش جابوها منين، ما اعرفش والله. لو حد دلني يقول لي بس انا ليه حصل لي ده كله، انا هديله جايزه. انا ما اعرفش، لكن في النهايه انا تقبلت كل الظروف دي برضو بجدعنه وبشطاره، وتحملتها ولقيتها تجربه ثريه برضو. يعني حتى الاعتقال افادني بشكل او اخر، هو خرب بيتي صحيح بس افادني. خرب بيتك ازاي؟ يعني انا اتخرب بيتي مرتين بسبب السياسه. يعني لما انا وزوجي كان الشاعر احمد فؤاد نجم، احنا الاثنين في الاعتقال، وحتى اول اعتقال انا كنت حامل في بنتي نواره،
نوارة قاعدة معانا. نوارة قاعدة معانا. ده كان أول اعتقال، يعني نوارة دخلت السجن في بطنك وهي في وهي جنين في بطنك. دخلت السجن وأنت في بطنها يا نوارة. أيوه. وعلى فكرة دي أول ضيفة أشوفها دخلت السجن وهي في بطن مامتها. أيوه. ولذلك السجن ده كان لذيذ قوي لأني ما كنتش قلقان على بنتي. كانت معايا. وكمان لولا إني أنا الرب ضارة النافعة، لولا إن أنا كنت معتقلة يمكن ما كانتش نوارة جت. لان انا كان عندي حاله اجهاض منذر، اي دبه برجلي او اي زعيق في نقابه الصحفيين كان يحصل لي على طول اسقاط. فلما دخلت السجن ربنا حماني ونيمني على ظهري في السرير فجت نوار. فلولا كده ما كانتش، لولا السجن ما كانتش جت نوار. بتذكري هذه التجربه، يعني تجربة السجن وخصوصا بسبب معتقدات سياسية أو بسبب قضايا وطنية، تبقى تجربة مختلفة عن اللي بيدخل السجن عشان مرتكب جريمة، يعني اللي بيدخل من أجل دافع وطني أو في الدفاع عن قضية سياسية خاصة به ما بيبقاش داخل لأنه قاتل قتيل ولا سارق حاجة ولا مرتكب جريمة بشعة. فالسجن مش الوسط بتاعه، ده بيبقى وسط دخيل. التجربة دي عملت فيك احنا إيه؟ كان عندنا القسم اللي احنا معتقلين فيه كان حاجة اسمها جرائم الرأي. فكان هي تركيبة توليفة عجيبة قوي. يعني ايه جرائم الرأي؟ هو الرأي عمر يبقى جريمة؟ لكن دي الصيغة اللي لقوها مناسبة للمعتقلين السياسيين. ربما انا معتقلة لاني في مرحلة من 66 لغاية لما توقفت عن الكتاب سنة 71 كنت جريئة في التعبير عن رأيي. ما كان لي، يعني أنا عوقبت لأني مارست رأيي ومارست حق الدستوري بشكل ما فيهوش أي تردد أو ارتياب. وكانت تجربة، أنا ما أحبش السجن لأن ده شيء بشع والظلم وحش، لكن أنا أي واقع ربنا يحطني فيه بعرف إزاي أتمتع به. سجنت مرتين؟ ثلاث. ثلاث. كل مرة كم مرة؟ اول مره كان 9 اشهر. متحرميش يعني يا استاذه صفي؟ والله هم اللي ما بيحرموش. هم اللي ما حرموش مش انت. هم بيحرموش الظلم. ايوه. اول مره كانت 9 اشهر، ثاني مره كانت حوالي 3 اشهر، اخر مره كانت 85 يوم. 85 يوم؟ أي. اللي هي كانت ايام الهجمه دي لما رئيس انور السادات اعتقل مصر كلها من اول سن 15 سنه لسن 75 سنه من كافه التيارات. شيوعي، وفدي، اسلامي، مسيحي، اي تيار هو فكر ان هو لما يعتقل الدنيا كلها يثبت قوته. فمزاجه كان كده، بس احنا كنا خايفين في وقتها قوي الحقيقه، لان احنا يعني وقعنا في قبضه مجهوله. لولا النهايه اللي انتهى بها المشهد وكانت غير، كانت بغته وغير متوقعه، احنا ما كناش عارفين في السجنة الأخيرة دي مصيرنا كان هيبقى إيه. والحديث له بقية وأسئلة كثيرة ومثيرة، وسنعود لقضية مي زيادة مع الأستاذة صفيناز كاظم في الليلة بعد شوية. أستاذة صفيناز كاظم، بتتبنين قضية أو تبنيتي في خلال الفترة الأخيرة قضية الراحلة مي زيادة، والحقيقة خطيها وحدك الحمد لله دفاعا عن كاتبة راحلة لا تملك حق الدفاع عن نفسها، وانتصرتي في هذه المعركة. الحمد لله. إيه حكاية مي زيادة؟ الحقيقة أنا مي زيادة طبعا أنا أرياها من زمان، وفي مرجع مهم قوي صدر في مصر سنة 69 تأليف الأستاذة العظيمة وداد سكاكيني، وصدر أخيرا كتاب برضو مرجع مش بطال للأستاذة سلمى حفار الكزبري. وفي المرجع بتاع سلمى حفار الكزبري
في الوصايا الكاملة لمي زيادة اللي هي كتبتها قبل ما تستدرج إلى لبنان. أولا بداية نعرف مين مي. مي ما كانتش بتقول عن نفسها مي زيادة، هي في الأصل ماري إلياس زيادة، لكن ولدت بالناصرة بفلسطين من أم فلسطينية وأب لبناني نازح من شحتول إلى فلسطين، وبعدين جم هجروا إلى مصر سنة 1908، وتحول الأب والأم من مجرد مدرسين مغمورين إلى أصحاب جريدة المحروسة. ومي تحولت من أديبة تكتب بالفرنسية أشعار بالفرنسية إلى أديبة عربية، تعلمت في الجامعة المصرية وتعلمت اللهجة المصرية وبقت بنت مصر. أنا الحقيقة ليا نظرة عروبية وما عنديش تعصبات إقليمية على الإطلاق. مي زيادة عاشت من سنة مثلا 11 توهجت قوي لغاية سنة 31، على مدى 20 سنة عندها صالون راقي جدا. لكن قبل ما مي تتشهر وتربط بالصالون وتربط برسائلها إلى أصدقائها والأدباء، مي أديبة عظيمة لها 15 كتاب، بتفكر وبتتأمل وبتكتب شعر ولها أسلوب متميز وخط بديع، ست مش بسيطة يعني. هي وملك حفني ناصف في مطلع القرن أديبات عظيمات راسخات يعني ينحني لهم الإنسان يعني. مي كتير بيقولوا انها مش عارفة مأساة النبوغ ومأساة الست المتميزة في عصر كان ينكر على المرأة، لا ده مش صحيح. مي حتى بصفاتها رغم انها امرأة كرمت وتم احترامها. الأستاذ عباس محمود العقاد انا عندي نسخ من جوابات اللي كان بيبعتها لها، لأن مي لما قفلت الصالون بتاعها رجعت كل الخطابات اللي عندها لأصحابها الأحياء. وأنا كنت على صلة صداقة بالمرحوم الأستاذ العقاد وابن أخوه، فأنا عندي ثلاث نسخ من خطابات العقاد كان يكتب لها الآنسة الفضلة الأديبة النابغة ماري إلياس زيادة. دي صيغة التخاطب اللي واحد زي عباس محمود العقاد اللي كان يعني مشتهر بالكبرياء والتعجرف والعنف ده كان بيكلم بيها مي زيادة، وكان يوصف مي زيادة إنها شيء جميل وراقي جداً، وإنها حتى تجد الجمال في القبح، وإن الحياة اللي إحنا بنعيشها فيها جوانب من الدمامة ومن القبح عندما تستعدها مي زيادة وترجعها إلينا لابد أن يكون فيها شيء جميل. ده عالم مي زيادة، عالم جميل ساطع نقي راقي. ناس كتير قالوا هي تأزمت، أصل العصر ده كان عصر آري فرويد وآري داروين، وكل واحد يتفلسف يقول لك ما اتجوزتش تبقى معقدة. طب ما العقد ما اتجوزش، وأنطونيو الجميل ما اتجوزش، اشمعنى الراجل لما ما يتجوزش ما بيتعقدش والست لما ما بتتجوزش هي اللي تبقى عندها المشاكل؟ الحقيقة مي قالوا اتجننت. لا لا ما هنا بقى مي بداية من 27 سنة 27 فقدت أستاذة يعقوب صروف، وبعدين فقدت أبوها سنة 30، وفقدت جبران صديقها اللي قعدت تراسله 20 سنة سنة 31، وفقدت أمها سنة 32، وهي إنسانة مرهفة حساسة جدا. فجأة مي لقت نفسها في بيتها لوحدها، هي ست دغري ومحترمة جدا، لقت إن مش مناسب إنها تفتح ندوتها تاني اللي كان هي في عزوة الأصدقاء وعزوة الأم والأب وكده، وكتابت طبيعي أي حد، ده حزن منطقي. وبعدين هي من طبيعتها لأنها شاعرة كلنا عندنا الحزن الأخضر ده يعني، وإحنا بنكتب بنستحضر حالة من الحزن يمكن ما بتبقاش 100% صح، لكن بتبقى معبرة، بتكثفي في نفسك أحزان العالم، بتستقطبي وبتحطي في بؤرة ذاتك أحاسيسك بالآخرين. يعني رشيد رضا أمه بتقول له أنا لما لقيك مكشر يتهيأ لي إنك مكشر لأن فيه مسلم مثلا في بلاد الصين عنده مغص. أدي هو الإنسان كده، الإنسان الأديب المتميز. أسر الكلام، هي في رسالة لها لأحد أقربائها اسمه جوزيف زيادة دكتور، بتبعت له ألمها وأنا مكتئبة ومش فاهمة إيه، وانعزلت عن الناس. كلنا بيجينا الحالة دي إن إحنا عايزين ننعزل. العزلة والابتعاد عن الناس مش دلالة مرضية أبداً ولا حتى دلالة اكتئاب، دلالة إنها اختلطت كفاية لدرجة إنها زهقت من البشر ده وعايزة ما حدش يتكلم عليه،
ما عادش يضايقها وما عادش يزعجها، لان وراها اعمال كتابيه بتكتبها، لم تكف عن العمل ولم تكف عن الكتابه وكذا وكذا. وصل ابن عمها ده افتكر ان تحت القبه شيخ، وافتكر ان مي دي وراها فلوس وراها كذا 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 كذا، قال فرصه، قال لها تعالي الى لبنان يعني شمي شويه هواء. هي قبليها كان في شويه حاجات مريبه من قرايبها اللي في مصر ومن قرايبها اللي جم حضروا، واستدرجوها انها تكتب توكيل، جابوا لها كاتب محكمه عدل، نصبوا عليها، لا مش نصبوا عليها، يعني خلوها تكتب لهم توكيل. فجاه مي زياده هذه المكرمه المعززه المحترمه المعتزه بعقلها تجد نفسها في بتلبس قميص المجانين وبيدخلوها مستشفى امراض العقليه بالعصفوريه وبتتهم في اعز ما تملك. هي لو فعلا كانت مجنونه ما كانتش ادركت المحنه، ما كانتش حست بحاجه. مي اضربت عن الطعام، مي كانت تعرف 9 لغات وكانت على صله بكل هذه الصيغ من الاحتجاج، يعني مستنيره جدا ودريانه العالم بيحصل فيه ايه. اضربت عن الطعام عشان تلفت نظر الادباء اللي كانوا اصدقائها في مصر او في لبنان او في العالم العربي، محدش حس بيها. واللي المها ووجعها قوي ان اصدقائها صدقوا زعم انها مجنونه ونسوها وتخلوا عنها، فغضبت منهم وقالت مش عايزه اكلمهم. انا لو مكانها اعمل كده، وعملت كده الحقيقه. انا في محنه السجن لما خرجت لقيت في ناس كانوا تصرفهم بنداله معايا، قطعتهم ما كلمتهمش. فانا فاهمه مي قوي وحاسة بيها، يعني أنا ما حصليش جزء من اللي حصل لها، فمدركة أبعدها. مية في أي لحظة من لحظات عمرها إلى أن توفاها الله إلى رحمته كانت في كامل لياقتها الذهنية والعقلية. حضرتك بتنفي عنها صفة الجنون؟ نهائياً نهائياً، هذا لم يحدث. أقامت في المستشفى العصفورية في 11 شهر. 11 شهر وبعدين طلعوا. وبعدين كان فايت واحد اسمه مارون غانم، تاجر فلسطيني جنب العصفورية، فبيقول لسواق التاكسي أو لسواق السيارة هي دي العصفورية اللي بيها مي كذا كذا كذا، وبيتصعب على مي. قام الراجل قال له مي مو مجنونة، مي مسجونة، هيك حكيالي نسبتي الممرضة بالمستشفى. فمارون ده اللي ابتدى حملة تخليص مي من السجن الإجرامي اللي وقعت فيه، لأن بسجنها في العصفورية تم الحجر على أموالها في بحكم نافذ في لبنان وفي مصر. وهي كتبت بعد كده تقول تشهيت الموت لأن بيتي في القاهرة كانت مأجرة شقة من جريدة الأهرام، لأني لم يمهلوني دفع الإيجار وباعوه بالمزاد العلني. عارفين بيت مي ده كان إيه؟ بيت مي ده كان مقتنيات عزيزة عليها جدا وحميمة عليها جدا، البيانو والعود والتايبرايتر والكتب ومكتبة أبوها. هذه المقتنيات التي حرمت منها مي زيادة واتخذت واتباعت بالمزاد العلني، النهاردة واخدين عاملينها تبقى مقتنيات في متحف أنا وإنت نروح نتفرج عليها. قلت أنا المقتنيات اللي مي اتحرمت إنها تشوفها أنا أروح أشوفها؟ والله ما أشوفها أبدا، لان ده شيء مؤلم جدا. هي لما عادت بعد خروجها من المستشفى عادت الى مصر، طبعا هي قعدت المحنه كلها 3 سنين في لبنان. أيوة. كويس. أيوة. الى ان الناس من الاصدقاء ومنهم الاديب اللبناني امين الريحاني ومجموعه ده اصغر منها بسنه ومات قبلها بسنه، مجموعه من الاصدقاء اللي امنوا انها لم تكن مجنونه سهلوا لها العوده الى مصر. عادت مي بوعيها وبإدراكها وباختيارها إلى مصر بباسبور مصري، وهي مصرية وهي مارونية، ودفنت وفق عقيدتها ومذهبها على أحسن ما يمكن أن تكون وتكرمت. طيب القبر جم ناس وقالوا القبر بتاعها مهمل، وما حد يعني إيه القبر بتاعها مهمل؟ القبر مثل كل شكسبير، أنا رحت قبره مدفون في أرض الكنيسة زي ما بقيت الناس مدفونة. هو تكريم الأديب يكون بأن احنا نعمل قبره ضريح؟ تكريم الأديب انك انت تقري كتبه وتحلليها وتقدميه وتزيحي عن التهم الباطله وتجلي سمعته. فهم حاولوا ينقلوا رفاتها الى اللي حصل ان السنه دي اليونسكو عامله بيروت عاصمه ثقافيه، ففي لجنه كده قررت انها من ضمن يعملوا احتفال بمي في ابريل القادم. أي. ومن ضمن هذا الاحتفال نقل رفات مي الى بلده شحتول، بلده اسرتها اللي مغتصبة أرضها، ها؟ لأن ليها حق في أرض، والأرض دي اغتصبت وأبوها حاول يستعدها ومات مقهور لأن هذه الأرض اغتصبت.
اموالهم. يعني شحتول ما اتولدتش في شحتول، ذكرياتها وحشه. وهي طلبت تدفن في مصر، هي كتبت في وصاياها قبل ما يستدرجوها، قالت احرم، مش وصيه عاديه، احرم واحظر نقلي من بيتي، اكتب هذا بكامل ارادتي وانا على سريري، احرم واحظر واحرم وهذه ارادتي، وملعون اللي ينقلني. وقالت عندما اموت موت طبيعي 24 ساعة ولا أحد من أقرباء أمي أو من أقرباء أبويا لا يشوفوا جثتي ولا يلمحوها ولا يلمسوها ولا يهينوا جثتي بأي شكل من الأشكال، وأظل في هذا المكان. وهي في 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 مقالة أخرى كانت كتب مناجاة لمصر، بتقول عادت روحي إلى مصر إلى مصر فدعوني. هي أحبت مصر جدا وانتمت إلى مصر جدا. أنا ما عنديش مش مسألة يعني مش مسألة عنصرية لمصر، واحدة حبت مصر هي حرة تحبها، واحدة كتبت إن شاء الله ميم دي مش تركية، أنا آسفة مش لبنانية ولا مصرية، افرضي ميم دي إنجليزية وقالت عايزة تدفن في القاهرة، إذ بأي حق حضرتك تزعمتي حركة الدفاع عن بقاء؟ أنا بفتح الأهرام، بفتح الأهرام لقيت تقرر نقل رفاة مي إلى مسقط رأسها في شحتول. أي. قلت اسم الله، ولا مسقط رأسها شحتول وتقرر، ومين اللي قرر؟ فرحت مكلمه صديقتي سناء البيسي، الحقيقه سناء مي بتاعتنا هياخدوها يودوها فين؟ قالت لي نعمل حمله، ورحنا زرنا قبر مي، ورحنا عملنا حمله كبيره. هي كتبت 6 صفحات وابتدات الحمله، وانا كتبت بعد كده 5 صفحات، وبعدين عملت اتصلت بالدكتور جابر عصفور وقلت له بيحصل كذا وكذا وكذا، قال لي حالا عيد ميلاد مي كان في 11 فبراير الماضي، تمت 113 سنه. فقال لي نعمل لها حفله فوريه. هو الحقيقه الدكتور جابر عصفور سريع، يستوعب بسرعه ويتحرك بسرعه. فعملنا ندوه في المجلس الاعلى، حاولت من خلالها اني انا اقول ان رفات مي في خطر ولن نسمح، قلت لهم على جثتي. ولجأت لوزير الخارجيه عمرو موسى على طول. رجعت ان طبعا انا حاولت اعمل لجنه ونروح نقابله، لقيت ان زي ايه وان مان شو وان وومن شو اسهل لي. قلت له انا هلم دي، تقول لي اعملي اللي انت عايزاه واحنا نمضي وراكي. قلت ولا هعمل ولا اسوي. رحت مكلمه التليفون والراجل استقبلني، قلت له انا فلانه الفلانيه بكلمك لهذا الامر. سريعا استجاب، يعني فهمني بسرعه وبسرعه اتصرف، ونزل القرار بتاع وزاره الخارجيه يمنع كل الثغرات اللي ممكن ينفد منها جثمان مي. لوزارة الصحة ممنوع، للخارجية ممنوع، للداخلية ممنوع، لسفارتنا في لبنان ممنوع. والحمد لله تم حفظ رفات مي حيث هي في مكانها بالقاهرة في مصر عتيقة. يعني دي اخر معركه ثقافيه واحد ادبيه. واحد عيسى بيقول لي طب ما انت متشحتف على مي كده، ما تروحي تجيبي لنا رفات عبد الله النديم من اسطنبول. قلت له انا متشحتله مش متشحتف، ما تروحي انت تجيبه. وبعدين هو عبد الله النديم لم يوصي بانه يدفن، قال في اي مكان اموت ادفن، انا شخصيا اي مكان اموت فيه ادفن. هي مش قضيه حركه تنقلات بين الموتى، دي هنا انسانه بتقول احترموا جثتي، وهي اوريدي خلاص بالفعل دفنت في مصر، نقلق ترابها ليه وننبش قبرها؟ حرام. دي اخر معركه ثقافيه حضرتك خضتيها وانتظرتي فيها. تمام. وليكي معارك كثيره في مجال الثقافه والكتابه والنقد المسرحي بالذات، واذا توقفت معاكي في كتابك من دفتر الملاحظات، ففي ملاحظات كتيره جدا لازم نقول لك عليها ومقالات. الكتاب ده طلع بمناسبه بلوغي سن 60 ما شاء الله. وكان عندي زاويه بكتبها في مجله ما اسمها من دفتر الملاحظات. أيوة. وجمعت المقالات اللي انا بحبها، وده من اعز كتبي. انا حسيت كده وقلت اتوقف معاكي طبعا لانك تخصصتي في الكتابه عن المسرح والنقد المسرحي، لكن ليكي رؤيه نقديه عنيفه شويه فيما يحدث على الساحه المسرحيه المصريه والعربيه. والله يا دكتوره هاله، انا اخذت ماجستير في النقد المسرحي من جامعه نيويورك اللي دلوقتي هم عاملين فيها الهلوله بتاعه دراسه المسرح المصري هناك. وراجعه في فرق بين انك تدرسي ادب وتنقدي مسرح، وفي فرق بين تدرسي مسرح وتنقدي مسرح. ورجعت كنت عامله زي الطبيب وسط حلاقين الصحه. طبعا تلموا حلاقين الصحه عليا وبطلوني الطب.
فطلعت انا اللي ما بعرفش هم اللي بيعرفوا. فانا دلوقتي ما بقتش اخش في معركه المسرح خالص الا اذا لقيت عمل جليل يستحق مني ان انا اكتب عنه، زي مثلا اخر ايام سقراط. دي اخر مقاله كتبتها الشهر اللي فات عن هذا العرض العظيم، جميل. انما بقى المسرح اللي حصل ده انا ما بعتبروش مسرح، اعتبريه انت مباغي. مباغي مباغي. اقول لك يعني ايه، كلمه صعبه جدا. يعني لا، ما هي كده. الاشياء تسمى باسمائها، يعني ما اشياء يعني لا اصل الفن ده اذا ما كانش يكرم الانسان ويحترم الانسان ويبعث فيكي نهضه، بحيث انك انت وانت قاعده بتتمتعي بالمزيكا ولا بتتمتعي بالفن بتحسي بانك انت ناهضه والاشياء بتتجدد جواكي وبطاريتك بتتشحن، لكن تروحي تسمعي الفاظ ما انزل الله بها من سلطان واشياء لزجه واشياء سخيفه، ده مش فن. لا، مش فن ولا مسرح. بس حضرتك يعني ارائك عنيفه جدا ان انت توصفيها بدرجه عنيف. يعني لما تقولي مباغي، لما تقولي ان واحده زي فريده فهمي انت مش معترفه بيها. لا، انا ما قلتش كده. انا ما جبتش فريده فهمي. انا بقول لك المسارح اللي النهارده كل واحده طالعه تتحزم وترقص، سواء بتعرف ترقص او ما بتعرفش، سواء طالعين يقولوا الفاظ بذيئه. يعني انا حضرت مسرحيه يقلع يعني حاجات كده مش لطيفه، مش عايزه. مسرحيه اسمها القانون وسيادته مره من كام سنه. وطالع البطل مش عارفه يعمل حاجات مش طيبه، قبيحه. لكن لا، فريده فهمي ده موضوع تاني. اصل شوفي يعني ممكن في فن. انت ليكي مقاله هنا عن الراقصه والاسلام. لا، دي مش على فريده فهمي. دي على مين بقى؟ مش لازم يعني يترفع عليكم قضيه. لا، قولي. انا حضرت فرح وفيفي عبده كانت فيه. وبعدين انا مش ست متزمته ولا حاجه، لقيتها احد النمر بتاعتها. حضرتك مش متزمته؟ لا خالص خالص. والله يا استاذ، والله يا ستي، والله انت تقولي لي يا شيخه وانا اقول لك يا ستي. انا مش متزمته، لكن لقيتها يعني في كلمات لها تداعيات عندنا محترمه، هي بتستخدمها في الفاظ ما يصحش. بترقص وعريانه وعماله تقول الاولى بسم الله والثانيه بسم الله. بتعمل قال نمره العلمه، بتعمل نمره العلمه وبيبخرها الصبي بتاعها، وحاطين البخور وسبعه مش عارفه والثالثه ايه، محمد ابن عبد الله. انا الحقيقه انزعجت جدا، قلت تعمل ما بدلها، هي حره تقول، لكن ما تدخلش الا كلمه الله، وكل شويه يسقفوا لها الله اكبر حاجات ايه. الله. انا يعني المسائل دي يا دكتوره هاله، كان قبل كده عادل امام يطلع ويقول ايه، احد احد. انا برضو دي احد احد من اجمل الصيحات في تاريخنا الاسلامي، وليها تداعيات في الوجدان الاسلامي وحتى العربي جليله. ده توحيد لله، وده ذكر بلال لما كان بيعذب وبيقول صرخته الجميلة أحد أحد. فلما يجي الأستاذ عادل إمام يطلع كل ما يعوز يضحك جمهور ويقول أحد أحد والناس تضحك، أصبحت الكلمة مسخرة، حرام، عيب كمان، غير لا. فأنا من زمان شفت الإجماع الشعبي، اجماع شعبي، وانا متاكده ان اللي موجودين ممكن يكونوا من كل الاديان، وممكن يكون فيهم ناس مش ملتزمين، لكن اللائق والغير اللائق دي شيء الانسان يعرف يحسبه. فجايالي الست دي بتقول لي تعمل كده، فانا كاتبه مقاله على الاشياء دي كلها غير مناسبه. بايه يعني ايه بسم الله، الاولى بسم الله والثانيه بسم الله وتترقص بيها، دي ليه عيب؟ بس حضرتك يعني عادل امام فنان كبير ومحبوب، انت مثلا بتقولي بلا وجع دماغ، انا ما بتفرجش على عادل امام. ايوه، مش صعب شويه؟ لا مش عادل صعب. امام من أسهل فنان الكوميدي مش المحبوب. احسن ما اشتمه بقى وجع دماغ ده؟ ما دي شتيم.
لو اشتموا ليه؟ واحد خلاص بقت نقطة الالتقاء بيني وبين أصلي أنا. افرضي مثلا أنت عملتي عمل أنا أقدر أنقده وأقدر أقول رأيي فيه، لكن لما نوصل لنقطة لا التقاء خلاص بشفرك وبلغيكي من شاشتي وما بستقبلكيش. فأنا عادل إمام ما بقتش أستقبله، ما بقاش موجود في الديكودر بتاعي. يعمل مبادله، هو مش ناقصني، هو مش محتاجني، هو مستغني عنه وانا والحمد لله مستغنيه عنه، واحنا الاثنين مبسوطين. بتتفرجي على مين؟ انا كنت بتفرج على صبحي. كنتي؟ وبعدين؟ وبعدين عجبني قوي في ماما امريكا ومسميه وسميته صبح المسرح. وبعدين وهو فنان كبير الحقيقه مع احترامي ليه. العرض الاخراني بتاعه اللي هو اسمه الفن اصل الحضاره كان خطيب قوي، فانا حتى كتبت مقاله في الهلال بقول يعني لولا ان انا عارفه صوت عبد الناصر كنت متهيالي انه هيأمم القناه. لانه قعد الفن اصل الحضاره، ايه ده؟ ايه 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 يعني ايه الحدوته يعني؟ ما انت مش محتاج تخطب، اذا كان انت عملك فن مسرحي ترجم ده بشغل مسرحي، مش لازم ابدا يبقى فيه خطاب. ما كل شيء، انا على فكره احب الخطابه. أيوة. ومي زياده كانت خطيبه عظيمه. أيوة. وانا برضو خطيبه مش بطال. لا واضح. ها؟ لكن الخطابه ده فن. يعني انا كنا بنحفظ خطابه مصطفى كامل، انكم باجتماعكم اليوم هذا الاجتماع الوطني ترفعون كثيرا من مقام الوطنيه المصريه، كنا بنحفظها وبندرسها. لكن لكل مكان مكان، في الخطبه خطبه، في التمثيل تمثيل، في السينما سينما، في التلفزيون تلفزيون، في اللعب لعب، كل حاجه كل حاجه. ما احبش المسائل تسيح على بعض. انت ليكي مقال هنا، يعني اقدر اقول انه عنوان لاسلوبك في التفكير، انك دايما بتكلمينا في بديهيات تم نسيانها. البديهيات يمكن بتمر علينا، وانا دايما اعيد دايما حضرتك التقينا بيك كذا مره. ان انت قلتي انا ارفض كلمه مدام، محدش يقول لي مدام، انا محدش يقول لحد، محدش يقول لحد، خلاص مش انا بس. لان في استاذه، في سيده، في اخت، يعني في عارفه يا دكتوره هاله. دي جزء من قضيه كبيره، هي قضيه طغيان اللغه الاجنبيه على اللغه العربيه. يعني مي زياده كانت ضد العظمى، تعرف 9 لغات، ولو قابلت واحد عربي يكلمها باي لغه اجنبيه ما تردش عليه. انا كنت ماشيه مع صاحبتي في النادي، وبعدين بقول لها تيجي نرطن بالعربي عشان نبان اجانب. فالنهارده اللغه العربيه بقت غريبه في بلدها. تطلبي اي مكتب النهارده او اي هوتيل يقول لك مش عارفه ايه هوتيل، مي هيلب يو، ها ليه؟ طب ما تقول مش بلاش سلام عليكم، صباح الخير، فندق كذا، اساعدك. ولما تلاقيني اجنبيه رد عليا. فاصبحت اللغه النهارده حتى كمان الناس تحب تجسك، تشوف بتعرفي ولا بتعرفيش عشان تقيمك. ف كلمه مدام وكلمه اشياء كثيره، مستر، حتى النهارده سمعت واحده بتقول مستر رمزي هيكلمك، دخلنا في مستر رمزي كمان، لا ما يصحش. ايه البديهيات اللي في حياتنا اللي اصل احنا انا عندي 61 سنه، عشنا لما الثوره قامت انا كان عندي 15 سنه. ثرنا على كلمه هانم لانها تركيه. أيوة. وثرنا على كلمه بي وعلى الطربوش وعلى الافندي، وقلنا السيد المواطن والسيده المواطنه. ثم نتدحرج نتدحرج ابانا مدام واي سواق تاكسي استاذ، ما يصحش. خلاص واحد جاي يقول لي مثلا تبقى صفيه المهندس، ها المدام صفيه المهندس وسكرتيرها الاستاذ علي، ليه؟ يعني يا اما كلنا نتاستز، يا اما كلنا نبقى مسيو مدام، يا اما كده وحدوا الالقاب. لكن اشمعنا يعني كل الرجاله اساتذه واحنا اللي مدامات؟ دي مضايقاني. وبعدين على فكره ايه كمان مضايقني؟ انا مضايقني ان ما بقاش الجيل الجديد ما بقاش عنده صيغ احترام. وانا بتستفزني قوي قوي، يعني الناس النهارده بتتشيك بالفلامنك القديم وبالالماز وبالخواتم وبالجينز، دول الناس الطبقه الكذا. ما حدش بيتشيك بالعبارات اللطيفه وبالمجاملات الطيبه، واللي هي الكلمه الطيبه صدقه، واللي هي هديه بين الانسان والانسان. النهارده انا مره بكلم مكتب ما، فواحده بتقول لي انت 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 دي عماله تغزي، قلت لها انت مش هتبطلي تقولي لي حضرتك، انت مش هتبطلي تقولي لي انت، انت امال اقول لك ايه؟
قلت لها قولي لحضرتك، وانت هتقولي لي حضرتك؟ هي عندها سبع من ولاد يعني عندها 27 سنه. قلت لها انا مش هقول لك حضرتك، انا بقول لك حضرتك لاني انا احترم الكبير والصغير، لكن لما ارفع الكلفه مع انسان بيندهني باسمي وبندهه باسمك وبارادتي وبارادته وبنقول لبعضنا انت وانت. لكن برضو حتى شوفي اي صيغه كلاميه، اي قاموس كلامي بين اي شريحه في المجتمع لها صيغ الاحترام. الطبقه الشعبيه يقول لك ايه؟ ولا مؤاخذه يعني ممكن، ولا مؤاخذه كل كلمه يقول لك ولا مؤاخذه يا سته، ولا مؤاخذه يعني انا اصلي، ولا مؤاخذه دي عاوز يقول لك انه انا محترمك، ولا مؤاخذه التاكسي يعني ولا كده. ف لما يجي واحد يقول لي يا حاجه، ودي جزء من صيغ احترامه بقبلها منه. لما يجي واحد فرنساوي يقول لي مدام، ودي من صيغ احترامه بقبلها. لكن لما يجي ابن عربي يقول لي يا مدام وانا اقول له يا استاذ ما بقبلهاش. مش على نفسي يا دكتوره ولا على مخلوق. بس حضرتك بترفضي برضو حكايه الحجه دي؟ بتقولي ما بيقولوش يا مصليه ايوه طبعا يا صايمه ايوه طبعا هي غلط. بترفضي كلمه معنى الانسان لا ينادى بالعبادات. لكن لما يكون واحد بقول لك شعبي وهو شايف ان كلمه حجه دي حاجه كبيره قوي بقبلها منه معذور. ادي كده ان احنا عايزين نستعيد دي. مي ليها كلمه في منتهى الجمال بتقول لا يكفي ان تكون مصر للمصريين، يجب ان تكون مصر مصريه. ده من مطلع القرن ايام ما كان في محتل انجليزي وهي بتعرف بتعتز بلغتها وتقول لازم ملابسكم مصريه وهدومكم مصريه وعفشكم مصري وكل اشيائكم مصريه. النهارده الناس انا اخش الراجل اقول له انا عايزه حاجه صناعه مصريه. انا على فكره مقطعه كل البضائع الاجنبيه من اول البيبسي والسيفن اب لغايه زياره امريكا كده. احنا بنتشاط الى شوطه بعيده قوي وانا متضايقه خالص من الحكايه دي. انت متضايقه ومتضايقه من صيغ التعبير بين الشباب. وبعدين على فكره كل ما فيش تدريب للسكرتاريات في المكاتب بشكل يعرفوا يردوا بشكل محترم على اللي بيطلب المكتب. انت متضايقه من حاجات كتيره، بس في حاجه عايزاكي بقى تكملي الحلقه معانا ونلتقي بضيفنا القادم وتنضم لنا في المناقشه دي، لان هتهمك جدا يا استاذه صفناص ويمكن تضايقك شويه زي ما مضايقانا كلنا. هنعرفها بعد شويه في الليل. وفي هذه الليلة الثقافية الفنية معنا كاتب سينمائي كبير قدم أكثر من 40 فيلم للسينما العربية، يعد معظمها من ألمع ما عرض على الشاشات العربية. بعد مشوار الأربعين فيلم قرر خوض مغامرة كتابة أول فيلم رسوم متحركة عربي، فكان الفارس والأميرة. معنا الليلة الكاتب السينمائي بشير الديك. استاذ بشير بنرحب بيك وترجع حته صغيره في الكرسي عشان نشوف الاستاذه سفنا بس. ايوه عظيم. استاذ بشير مبروك على الفارس والاميره. وقبل ما نتكلم على فيلمك لازم نفتح ملف خطير عن الرسوم المتحركه وما يحدث على الساحه العالميه النهارده. وحضرتك هتكلمنا على حدث خطير وهو فيلم الامير امير المصري او The Prince of Egypt، فيلم كرتون بيعرض او عرض في حوالي 1950 دار عرض سينمائي في اوروبا والولايات المتحده، ومن المتوقع ان يحقق حوالي المليار دولار ايرادات يا استاذ صفيناز. وبيحكي قصه النبي موسى ومن خلال تاريخ مصر الفرعوني. الفيلم في منتهى الخطوره لان الجهه التي انتجته وقامت على تقديمه هي جهه يهوديه لها ميول صهيونيه قويه جدا. فما يحدث الان بوجود فيلم امير مصري في الساحه العالميه
يعتبر سابقة خطيرة لازم نحن كعرب نقف أمامها ونعرضها للعالم ونتكلم عليها في عالمنا العربي ونفضح الكثيف للتاريخ اللي حاصل بهذه الصورة السينمائية. فياريت حضرتك تكلم لنا جمهورنا عن هذا الفيلم. هو باختصار فيلم بيتكلم عن شخصية أثيرة عندنا كلنا وعند العالم كله، وهي النبي موسى عليه السلام، ومقدمه من وجهة نظر دينية يهودية، ومش مكتفي بكده هو كمان محرف حتى فيما يتعلق بالتوراة، يعني بما ذكر في التوراة عن النبي موسى عليه السلام. الفيلم بيقوم على انه سيدنا موسى بيبدأ الفيلم بالقصة المشهورة عن أم سيدنا موسى، وهي بتحطه في السلة، في السلة، لأنه فرعون مصر في هذه الفترة هيقتل الأطفال، بيقتل الأطفال، وهو قايل إن فرعون مصر في هذه الفترة هو سيتي الأول أبو رمسيس الثاني، وبعد كده بيقطع مباشرة على النبي موسى ورمسيس الثاني، وهم المفروض إن هم إخوات وموجودين في 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 القصر الفرعوني، وبيجروا شباب ومنهم واحد أرعن وطايش وواحد أكثر أتقل من أكثر عقلانية، الطايش اللي هو رمسيس، الطايش اللي هو رمسيس الثاني، ومطلعه شرير كمان، يعني شخصية شريرة جدا، هو الشرير ومطلع سيدنا موسى في الفيلم إن هو معاه خاتم، هو خاتم كبير المهندسين في هذه الفترة، وبالتالي هو المسؤول عن كل الإنشاءات والعمارة في فترة رمسيس الثاني اللي هي تعتبر من أعظم فترات مصر في البناء. وبعد كده وطلعوا إنه مستعبد اليهود وبيشغلهم بيسخرهم في البناء طول الفيلم، إن هم اليهود هم اللي بنوا كل المعمار الفرعوني العظيم ده. هو طول الفيلم مقدم إيه؟ مقدم الاثنين، يعني بمعنى مقدم اليهود كعبيد مسخرين في الصورة طول الوقت فيه بيشتغلوا، والمصريين اللي متقدمين في الفيلم، ودي مفارقة درامية مش صحيحة، هم اللي يا إما ناس معهم كرابيج ضخمة جدا بيضربوا الناس دي بشكل مصريين هم اللي بيضربوا قاسي، يا إما فرعون نفسه أو أبوه، وهم الاثنين نماذج رديئة. فيما عدا ذلك هو مقدم النماذج الأخرى اليهودية في الفيلم كلها نماذج لازم تتعاطفي معها وتحبيها، يعني بما فيها الأم من أول الأم للأخت اللي هي بتفكروا بعد كده بأنه هو مش مصري، هو فاهم أنه هو مصري وأنه هو شقيق رمسيس، لكن لما بقى كبير خالص كده بتقول أنت مش مصري أنت عبراني، وقرايبك بيظلموا وبيضربوا وكذا، وعليك أنك أنت تفوق، قرايبك بيظلموا وبيقهروا في مصر وبيقهروا ويستعبدوا وسخرة أوفر، يعني أكتر من اللازم، يعني شكل السخرة التقليدي اللي هو الكرباج وواحد بيضرب والتاني منحني، وعملية قاسية إلى أقصى حد. وبعدين بعد كده بيخرج سيدنا موسى عندما يدرك هذه الحكاية، لما يدرك إن هو مش مصري، وهو هنا في مفارقة درامية غريبة، يعني ان هي امه وهي بتسلمه وهو بتحطه في السله غنت له اغنيه كويس، وهو رضيع ما يزال، وبعدين كبر في كنف فرعون وبقى لغايه ما بقى شاب كبير يعني، فاخته بتقول له انت عبراني، فبتخانق معاها وبيقول لها لا وبيرفض وبيقول لها انت عبده وبيزقها وهكذا، وخلاص مش فاكرها خالص لان هو متربي عند فرعون، فتبدأ من بعيد كده تغني له الأغنية اللي غنتها له أمه وهو رضيع ابن شهور. فشوف يعني إيه، يروح واقف ويبدأ يفتكر ويبدأ ملامحه طريق ويبدأ وإزاي يعني هو رضيع، يعني دي مفارقة في الدراما يعني أو مغلطة في الدراما. ثم يذهب وهو في حالة ضياع، فيكتشف على بعض الحيطان في القصر الملكي رسوم للأطفال وبيقتلوا كما لو انها رسوم فرعونيه، وده مش حقيقي خالص، ولا حد في كتب التاريخ ولا حد في كتب الاثار ولا في علوم المصريات جاب ابدا اي صوره من هذا النوع، في هذه الصوره متزيفه طول الوقت، طول ما في سخره وفي ضرب وفي كذا
في الباك جراوند، في الخلفيه بتاعت الصوره، شكل رمسيس الثاني، شكل العماره المصريه القديمه، شكل بتاع، كما لو انه بيدي مباشره احساس ان اليهود هم اللي عملوا ده. وزي ما بقول لحضرتك، ما قدمش في الفيلم اي حد مصري غير رمسيس وابوه والناس المصريين اللي ماسكين الجرابيك، وبعد كده الصحراء المصريين مقدمهم بشكل قبلها خالص يعني. غير حتى القصه الدينيه ما هم قدمهم يعني. استاذه صفي، ليكي مداخله. انا شايفه ان ده كله ما يضايقناش من النص. هقول لحضرتك من النص القراني، سيدنا موسى لما واجه فرعون، احنا اولا اليهود في عصر سيدنا موسى دول كانوا المسلمين المؤمنين من المنظور القراني. قال له سيدنا موسى بالنص القراني، قال لفرعون: وتلك نعمه تمنوها علي ان عبدت بني اسرائيل. ففعلا ان النص القراني بيؤكد ان فرعون في ذلك كان ظالم، وان هياتي قومه يوم القيامه ويوديهم النار جهنم، واخد بال حضرتك؟ واليهود وقتها فعلا دول كان يقتل ابنائهم ويستحيي نساءهم، وسيدنا موسى فعلا كان نبي وكان ممكن يبقى فيه بشارات، واوحينا الى ام موسى ان القيه في اليم. مفيش خلاف في ده خالص، لا ليس هناك خلاف. ان فعلا كان بيستعبدوا قوم موسى فرعون. فرعون ده بقى دي المفارقه، وده الخطا اللي وقع فيه الفيلم. الفيلم وقع في خطا اساسي، انه قال ان فرعون مصر هو رمسيس الثاني في فرعون الخروج. هذا موضوع ثاني بقى. لا هو نفس الموضوع. هو نفس الموضوع، لان هو بيقول ان فرعون الخروج هو رمسيس الثاني، وهذا ليس حقيقي. لو احنا رجعنا للكتب التاريخ وكتب، اولا علماء المصريات لم يذكروا هذه الحدوته اطلاقا، لانه على المعابد علماء المصريات بيتعاملوا مع النقوش والكتب والمكتوب على المعابد والقرى، يعني التاريخ المصري كله مطروح دلوقتي على المعابد. اهم حاجه انه مصور ان اللي بنى المعمار الفرعوني العظيم وهذه المعابد هم العبيد اليهود. يا سيدتي اليهود بتاع عصر سيدنا موسى هم احنا مش اللي محتلين فلسطين المحتله، احنا بني اسرائيل، احنا بني اسرائيل المسلمين اللي في هذه المنطقه. هو سيدنا عيسى مش كان من بني اسرائيل؟ وبعدين الرساله المسيحيه نزلت عليه، وبعدين احنا اهل المنطقه هم اللي، وبعدين المصريين اللي اسلموا مع سيدنا موسى وقالوا امنا برب موسى وهارون. فالخلط بين اللي هم عايزين الحقيقه يضعوه ويحطونا في الموقف ده، ان كان احنا منحازين لفرعون ضد سيدنا موسى عليه الصلاه والسلام، ده غلط. انا منحازه لسيدنا موسى طبعا، ومنحازه للمسلمين المؤمنين الذين تبعوه في تلك الفتره، وفعلا هم عبدوا وعملوا اعمال سخره. بنوا ما بنوش، حتى اذا كانوا هم بنوا، فمش المردود هيرجع على نتنياهو والعصابه اللي اغتصبت ارض فلسطين، ولكن المردود هيرجع علينا احنا اللي اهل المنطقه اللي كانوا وثنيين وبعدين بقوا مسيحيين وبقوا بني يهود يعني، وبعدين مسيحيين وبعدين مسلمين. بس احنا بني اسرائيل من وجهه نظر صهيونيه. استاذه يا سيدتي انا مع النقطه دي مش مضايقاني، ان هو انهم لا مش مضايقاني. انا فرعون مصر ما بحبوش. معلش، فرعون مصر في هذه الفتره هو ليس رمسيس الثاني. هذه هي القضيه. لا ما نحبوش. هذه هي القضيه. فرعون موسى فرعون موسى كما اثبت التاريخ وكما اثبت المؤرخون العرب العمد، منهم ابن خلدون وابن الاثير والطبري وكل المؤرخين العرب، هو ليس فرعوني ولكن هو هكسوسي. يعني سيدنا موسى لما جاء مصر جاء في فتره الهكسوس، وبالتالي هذا ينفي عن لا ده سيدنا يوسف اللي جاء في فتره الهكسوس. سيدنا يوسف جاء في فتره الهكسوس ومعاه جاء سيدنا يعقوب الذي سمي اسرائيل. ومن ثم انا بقول لك احنا مش بني اسرائيل. ليه بقى؟ احنا ولاد لانه بني اسرائيل. لا بني اسرائيل هم بني او المنسوبين احنا ولاد سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب كويس. سيدنا يعقوب وسيدنا يوسف جم مصر في بدايه الاسره ال 13. استمر الهكسوس في مصر من الأسرة ال 15 16 17. سيدنا موسى جاء في فترة الهكسوس، وبالتالي هذا الفرعون، وده اللي قاله مين؟ هو اسمه فرعون وخلاص. هم سموا نفسهم فرعون، ما هم الهكسوس هو متسمي في القرآن فرعون. انا ما يهمنيش التاريخ، انا يهمني النص القرآني. هو دلوقتي عمل حاجة خبيثة جدا، ان هو اثبت او عاوز يثبت انه فرعون موسى الذي هو رمسيس الثاني
الذي هو واحد من اعظم بنات الحضاره المصريه القديمه اللي فتحت تاريخها كله، يعني كل حاجه مكتوبه، يعني حياه كان بيعبد مين؟ كان بيعبد الله، والشعب المصري شعب موحد، من موحد اول ايه؟ موحد مين؟ موحد بالشمس ولا موحد بالقمر ولا موحد بالخنزير؟ بالله الواحد ومنذ بدء التاريخ. يا سيدي من فضلك، ما لو كان ولو كان موحد ومؤمن كان امن بسيدنا موسى. طب هقول لك على حاجه، اي نبي بيرسل عليه الصلاه والسلام بيرسل الى قومه، وبالتالي بيتكلم لغته. سيدنا موسى نازل لقومه وبيتكلم لغه هذا القوم. لا، قوم القران بيقول له اذهب الى فرعون انه طغى وقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. فبيقول من ربكم الاعلى؟ قال له رب كذا وكذا وكذا، وبيدعو فرعون للايمان. احنا عايزين نعرف خطوره الفيلم ده يا استاذ. ملوش خطوره. لا ليه؟ اذا كان من وجهه نظر عقيدتهم، من وجهه نظر ما هم مش هم اللي عاملينه وهم اللي ممولينه، من وجهه نظر عقيدتهم معروف مين هم المصدر وبيقولوا ايه. ليه الفيلم ده النهارده وحضرتك لو نعرف سبيلبرج ولو قائمه طويله في الافلام الصهيونيه اخرتها شندلر ليست او قائمه شندلر وكلها وافلام عن الهولوكاست وعن الظلم اللي اصاب وراجل صهيوني متعصب، يعني الفيلم ده النهارده ولما يستخدم في الرسوم المتحركه بالذات خطورته ايه؟ ده اللي انا عايزه نحط ايدينا عليه. بس انا ما دافعش عن الفراعنه في مقابل الهجوم على سيدنا موسى. لا لا، ليس هناك هجوم على سيدنا موسى اطلاقا، ولا يجرؤ احد ولا المؤمنين أحد اللي تبعوا سيدنا موسى. الفيلم ما بيهاجمش، ولا يجرؤ احد ان هو يعمل ده اطلاقا. لا، مساله اخرى. بالعكس، وبعدين هقول لحضرتك ومش هتجرى عشان ادافع عن الوثنيين ايام الفراعنه. لا، هذا لم يثبت انهم وثنيين ايام الفراعنه. الانسان المصري والمصريين كانوا مؤمنين. اخناتون اللي هو الموحد عبد ايه؟ عبد القوه التي وراء الشمس. ده انا هقول لك على حاجه، يعني في 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 تل في 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 اخر اكتشافات سنه 79 في مدينه اون اللي هي عين شمس، لقوا تعويذه مش ممكن تقول لك ان الناس دي موحدين، يعني الا ان يكونوا موحدين. يعني طب كانوا امنوا بسيدنا موسى ومعذبوه. طب ما هو سيدنا موسى ما كانش موجه ليهم يا سيرة الفاضله، ما هو دي الفرقه. سيدنا موسى كان يتحدث الى بني، قال له هو داخل جاي مصر عشان يعمل ايه؟ عشان يخرج اليهود من مصر. متوجه الى بني اسرائيل. بني اسرائيل تحديدا هم بني يعقوب، لانه يعقوب هو اسرائيل. تمام. قال له سميناك يعقوب واسرائيل جدا. فبني اسرائيل هم نسل يعقوب الذين جاءوا ايام سيدنا يوسف وقعدوا في مصر، وقعدوا في حته اسمها كاشان وعاشوا هناك. تمام. هؤلاء الناس هم اللي خرجوا مع سيدنا موسى. أيوة. في الخروج. انا عايزه نوضح عشان ما نتشتتش، انا عايزه نوضح للناس خطوره الفيلم ده وخصوصا في قالب الرسوم المتحركه ايه حاليا. خطوره الفيلم انه ينزع عن المصريين كل ما قدموه كانجاز مرئي وما زال موجود حتى الان، انجاز في العماره وفي الهندسه وفي الطب وفي كل الاشياء، وهذه الانجازات هي لا تعني أصنام كما ثبت، ولكنها تعني قدرات غير عادية في البناء والهندسة والعمارة وما إلى ذلك، وينسبها إلى اليهود. أيوة. وهو نفس الشيء اللي قاله بيجن ايام سرات الله يخرب زي ما هو عاوز. هو قال نفس الحديد، هو خاص بالارض وقال ان الارض بتاعه. هو بيقول كده النهارده نفس الحديد. الفيلم بيقول اللي قاله بيجن بالظبط. القضيه المحوريه بتاعتنا يا دكتوره هاله. أيوة. ان فلسطين اغتصبت وسرقوها وقالوا بتاعتنا. هي القضيه مش هيبتدي العداوه بيننا وبينهم والنصب بيننا وبينهم من هذا الفيلم. دي في قضيه كبيره جدا وهم اغتصبوا فيها اشياء كثيره، فانا مش هاجي على يسرقوا الحمار واعيط على البردعه. لا ما هو ده معلش، يعني هذا المنطق لو سمحتي. هذا المنطق ليس منطق علمي، انا بتعامل مع فيلم. هذا الفيلم بيقول ايه؟ بيقول انه اللي صنع الحضاره المصريه هم اليهود، انه المصريين اللي طالعين في الفيلم بني ادمين قاسيين جدا وحيوانات، ان ده ان فرعون موسى هو فرعون، هو رمسيس الثاني. في حين انا لو اثبت ان رمسيس الثاني مش هو فرعون موسى، فرعون سيدنا موسى، يبقى الفيلم كله واقع. رمسيس الثاني الموميا بتاعته موجوده، الرسوم بتاعته موجوده، النقوش موجوده، واخد بالك؟ الانجازات اللي عملها الماديه على الواقع موجوده. هذا الرجل مات وعنده 93 سنه، يعني رمسيس الثاني مات على فراش الموت وعنده 93 سنه، واخد بال حضرتك؟ وفي ناس وعنده اكثر من 100 طفل. يعني عنده يعني كيف يبقى عنده 93 سنه ويقود مركبه ويجري ورا اليهود في الصحراء ثم ينشق عنه البحر؟
كل هذه القصة الدينية حدثت بالفعل، ولكنها حدثت في عصر الهكسوس، ويتميز عصر الهكسوس بأنه ما سابش أي أثار، بالعكس ده خرب الأثار اللي كانت موجودة قبليه، وبالتالي ما سابش أي، لم تذكر كلمة إسرائيل في الحضارة المصرية كلها، هذه الكلمة لم تكتب على الجدران المصرية على كثرتها إلا مرة واحدة بس في معبد مرمبتاح الجنائزي منسوبة إلى فرعون سابق بكثير، وذكرت بان فرعون مصر راح ضرب اسرائيل وضيعها. انا بستشهد بالقران وحضرتك بتستشهد بالتاريخ. وانا بستشهد بالقران. القران قال ايه بقى؟ التاريخ قال ايه بقى؟ القران قال ايه بقى؟ الفرعون. الفرعون مظبوط. يذبحون ابنائهم ويستحيون نساءهم، يعني بيخلوا الاطفال وعذبوهم. انا موافقك على ده كله، لكنه قال ايه بقى؟ قال ايه بقى؟ وحطوهم على معلش، مش ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ودمرناه تدميرا بعد خروج موسى دمر ما يعرشون في جذوع النخل لست الله يخليكي. ما هو اللي عمل ده اوكي، ده عمل ده الهكسوس مش المصريين، والهكسوس ليسوا مصريين. يعني مين يعني؟ لا ناس من اسيا، ناس من اسيا، يعني ناس من اسيا واقوام متعدده، هم ليسوا مصريين، ده اللي انا عاوز اقوله. خلاص كويس. وهم عملوا كل اللي قريته القصه القرانيه بالظبط، وهي مذكوره ايضا في التوراه، وهم عذبوا اليهود، بس كمان عذبوا معهم المصريين، يعني في نفس حتى لو كانوا عذبوا اليهود هم عذبوا المصريين في نفس الحكايه. فاللي ارتكب هذا الجرم او اللي عمل هذا الجرم هو ليس رمسيس الثاني. هي دي القضيه. لو اثبتنا هذه القضيه يبقى الفيلم كله فيلم فيه ادعاء فاجر وملوش معنى خالص، وهم بيكرسوه وعمالين يقولوه طول الوقت من خلال افلام ومن خلال حاجات. هل حتى النهارده احنا نشوف الفيلم ونسمح بيه في اسواقنا العربيه عشان نقدر ندافع عن نفسنا، ولا ما نشوفوش نقاطعه؟ لا انا رايي ان نشوف الفيلم، ما فيش حاجه اسمها مقاطعه، انا ضد المقاطعه اطلاقا يعني. نرى الفيلم ثم، ولكن يحدث مع الفيلم كما كان يحدث في فتره سابقه، موجه نقديه صحيحه تقول فين الصح وفين الغلط، وتقول ايه المستهدف. يعني لما يبقى الانسان مستهدف، الانسان المصري مستهدف اذا هذا الحد. الحضاره المصريه الثابته اللي موجوده اللي لا يمكن، يعني هذا رمسيس الثاني على المستوى السياسي بقى هو نجم من نجوم العالم الان، وبيتعمل له معارض وبيتعمل عنه افلام في امريكا واوروبا وكذا وكذا وكذا. لما يبقى هذا الفيلم بيقول ان هذا رمسيس الثاني هو راجل كافر ومشرك بالله وده مش حقيقي، واخد بالك، وان هو راجل عذب اليهود وعذب كذا، يبقى ده كله بيصب في خانه اليهود، ان اليهود هم اللي. وعلى فكره ده مش جديد على سبيلبرغ، يعني على افلامه السابقه، حتى افلامه العاديه يعني افلام سبيلبرغ من قبل كده، لما نشوف حتى اي تي، يعني اي تي بيتكلم على ايه؟ عايز يروح بيتكلم على الوطن، بيبحث عن الوطن، واخد بالك، وعندما يذهب الى وطنه الذي انتزع منه احنا بنسقف له. وهذه هي فكره اليهود اساسا، اللي هي الوطن المفقود. أو أنا إذا تحدثنا عن الأطفال، أنا عايزة في ختام هذا اللقاء نشوف طفل صغير دلوقتي معانا. إحنا تكلمنا عليه الأسبوع اللي فات بس أنا ما قدرتش، بعتنا جبناه خصيصا من اسكندرية عشان نشوف المجرم الصغير اللي ما قدرش القاضي يحط كلبشات في إيديه لأن ما كانش فيه كلبشات مقاس سنتين. الطفل حسام، ونعرف ليلة القبض على حسام. تفضل يا حسام. طبعا كلنا فاكرين صورة حسام استاذة زبيناز. حسام انت عملت ايه؟ تعرفش تتكلم طبعا، ما بيعرفش يتكلم، عنده سنتين دلوقتي. حسام اتخانق مع جارته وزقها، كان عندها سنتين هي كمان، من دوره من دوره وزقها على السلم، فاهلها عملوا له محضر وبلاغ. وبعدين لقيته مطلوب. اتكلم انا؟ اتفضل. هو كان بيلعب مع بنت امه، واحد عند ابوها. كوم الشقاف، حته عندنا اسمها كوم الشقاف. فزي ما تقولي ايه، كان بيلعب مع بنت الجيران على البسطه. فهو بيلعب معاه زقها، البنت نزلت حصل لها ارتجاج في المخ. ايوه. فالستات طبعا ودته ووالدتها
والدته ووالدتها اشتبكوا مع بعض، وبرده الجتا الرجاله اشتبكت مع بعض. وصلوا للاسم، عملوا محضر هم من غير ما احنا نحضر. فالمحضر مشى وخد طريقه، اتفاجئنا بايه؟ ماشي بقى المحضر في مشى. اتفاجئنا برده بان ايه عاملين محضر وكده. رحنا عملنا محضر صلح ابوه وامه. وقلنا ده عايز صغير يعني ما نحطوش محضر الصلح على اساس ايه؟ يعني ده صغير مش هساله عليه. ابوه طلع براءه وامه طلعت براءه. واتفاجئنا بعد حوالي بعديها بشهرين تاني حوالي 6 اشهر يعني. اتفاجئنا بضابط التنفيذ جاي بالليل. ضابط التنفيذ الساعه 3 بالليل. الساعه 3 بالليل. الساعه 3 بالليل جاي يقبض على حسين. جاي يقبض على حسين. ف شايفين المصاصه كان ماسك المصاصه دي في ايده في قفص بتاع. فاتفاجئنا بيه ان هو جاي يقبض على حسام. قلت له طيب من فضلك بس الستات تلبس وكده، واتفضل برضه. وقفته شويه وكده مع بال. وبعدين قلت له اتفضل يا فندم. قال لا عيالي عندي ثلاثه عيال نايمين، بطاقتك وبطاقتك وبطاقتك، شاب طايقهم. قال لهم امال فين حسام ده؟ قلت له ده عيل ده نايم على الفراش لسه. ده عيل صغير. قال لي طب نشوف. قلت له تعالى حضرتك شوف. وابته له. قال لي هو ده حسام؟ قلت له هو ده. قال لي طب فين شهاده الميلاد بتاعته؟ قلت له موجوده، هات شهاده الميلاد وابتها له. يعني هو متخفي صغير يعني. وابته له. وابته شهاده الميلاد. فقال لي ايه طب اخد عيل من عيالك والصبح تجيبه عشان يعمل معارضه. قلت له لا ما تاخدش عيل من عيالي. رهينه. وبعدين رحتوا بيه المعارضه تاني يوم. قلت له لا ما تاخدش عيل من عيالي. قال لي طب تسمح تجيب بطاقتك انت؟ قلت له ماشي اديلك بطاقه. عطيته بطاقتي. وتاني يوم رحنا القسم على اساس ان احنا نعمل له معارضه. عملنا الاجراءات كده، وجت عربيه السجن خدتنا. ودتنا فين؟ جت عربيه السجن. خدتنا. انا وهو. ما انت لازم عشان هو ابوه في الجيش، انا اللي بجري بيه عشان ابوه في مجند في الجيش. فروحنا المحكمه في عربيه السجن وعملنا معارضه. ولما مؤاخذه ختموه وبصموه في البصمه كده المعارضه. وعملنا الاجراءات وتحددت له جلسه 4-2. 4 جنيه؟ 4-2. 4-2. تحددت الجلسه 4-2. لا بس مش دخل قفص المعارضه؟ ما انا جاي لحضرتك. فتحددت جلسه 4-2. حضرت قدام القاضي، كنت رحت كان القسم اتزعق. الحاجب قال لي استنى اخر الجلسه يعني قول للقاضي هيطلبك تاني. وفعلا برضه القاضي يشكر اخر الجلسه، قال ايه اللي عنده مشكله بتاع اللي عنده يعني. قلت له انا ايه؟ المهم قدمت نفسي. ايوه. فجيت قدمت نفسي، قلت له حسين دوت وكده. قال لي ازاي؟ قلت له هو ده. قال لي طب احجزه دلوقتي. اما ايه؟ كانوا هم داخلين قدام، كان اخر الجلسه بقى دخلوا في اوضه كده. كان داخلين ايه؟ ثلاث انفار. جاز عقني ثاني 46. قلت له يا فندم. قال لي تعالى كلم البيع عايزه. دخلت لقيتهم ست انفار. يعني جه ثلاثه تانيين. يعني رئيس المحكمه حاجه زي كده عشان هو حل الموضوع ده. ايوه. فقابلتهم وكده وقعدوا يتكلموا وقعدوا يضحكوا شويه وبتاع. وده اصغر متهم جالنا. ده مين اللي بيقول كده؟ وكيل النيابه. قال ده اصغر متهم جالنا. جنحه. خد جنحه الاستاذ. وجنحه. المهم قال طلعوا ايه في القفص تاني وهزعقك تاني. طلعت برضه في القفص انا هو قعدنا. راح زعق عليا تاني قال لي ايه؟ قال لي تعالى خد شهاده الميلاد صورها. على اساس ان انا بروح اصور شهاده الميلاد وجيت اديتها للحاجب. قال لي 5 دقايق وهرد عليك تاني. دخلها للقاضي جوه. فوريها له كده اهوت. وبعدين راح طالع قال لي ايه هتحول الاحداث. احداث؟ قلت له احداث ايه وبتاع. وقعدت ازعق في المحكمه. الناس اتلمت وكده. بقت العالم ايه؟ العالم يعني زعلانه قوي. بقت ناس كده يعني علينا. المهم قلت له دخلني القاضي اخش له انا اكلمه. دخلت شايل بقى حسام وهو ماسك المصاص. ف متهم جنائي. قال لي جاب له المصاصه القاضي نفسه. القاضي جاب له المصاصه. القاضي هو نفسه. هو اللي جاب له المصاصه. قلت له دخلني للقاضي اكلمه ده احداث ايه وبتاع ده ما اعرفش اتكلم وكده ومين اللي هرعيه وكده. قال لي هو القاضي طلع من الغرفه اللي ورا. مايسترو. قال لي تيجي كمان يومين عشان ايه يعني ايه توديه الاحداث. فروحت قابلنا المحافظ. ما سكتش. واحنا قابلنا المحافظ بتاع اسكندريه وقلنا له على الموضوع وكده اهوت. فجاء هو يعني قال لي ايه طب باذن الله يعني ايه هنتصل بيهم وكده. وهو واد رؤي دلوقتي الله الموضوع هينتهي يعني. الموضوع هينتهي. قال لي باذن الله الموضوع هينتهي. ما خدش براءه لسه. لا خد براءة الحمد لله. خد براءة؟ مبروك يا حسام. مبروك.
عمرك. عايزين نغني لك تقدر تحط الحديد في ايدي؟ ايوه. ها؟ مش كده ولا ايه يا حسام؟ ها؟ بس بس ما حدش هيغني له. هو برج العقرب مولود في نوفمبر. مين هيغني؟ لا مش عارف. مش حافظينها؟ شهاده الميلاد مصورها. ايه يا جماعه؟ اه مصورها. ايه يا حسام؟ يا استاذ حسام عشان تاني مره بقى يعني ايه ما تلعبش مع بنت الجيران. بص هنا بص بص طلعت جامد قوي. ها بص خلي بالك يا استاذ الصفيناس ده قاعد قريب منك. تلاقيه برج العقرب. اه ايده بيقولوا عليها ايه؟ طرشه. ايدك طرشه ولا حاجه؟ انت برج ايه يا حسام؟ بس البنيه المسكينه ما تمش انقاذها. البنت ما فيش حاجه خالص. هم جابوا تقرير مزور وكل حاجه مزوره. ما فيش ارتجاج في المخ بسيط يعني. ما حصلش حاجه خالص. البنت طبيعيه. ما فيش يعني اي مشكله. ال الحقيقه هي حكايه يعني كانت لا تصدق وشر الباليه ما يضحك. ومبروك البراءه بتاعت حسام وكفاره يا سيدي. يلا اعمل لهم باي باي. يلا اعمل لهم باي باي. وبشكر الاستاذه صفيناس كاظم على هذا اللقاء الممتع. شكرا جدا جدا على هذا اللقاء. بشير اديك وان شاء الله نرى ليك فيلم الفارس والاميره يكون بيقدم صوره ايجابيه عن الشخصيه العربيه والتراث العربي والفكر العربي ونعتمد على مخرجين من امثالك اننا نقدم الصوره الحقيقيه عننا كعرب. والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله.